الو، ايوه سامعين. السلام عليكم. تاخدوا الكور الاول عشان تركزوا. على ما تحمل. مين اللي شاف السيشن بتاع السنه اللي فاتت؟ طيب، المفروض النهارده ان شاء الله هيبقى الموضوع اكتر وهيتكلم على تكمله للي فات، لانه الناس دي اللي ليها اولويه اكتر ان هم الواحد يكمل معاهم. فاللي عايز يستفيد من النهارده اتفرجوا عليها عادي خالص، هنتكلم عليها كتكمله للكيس ستادي بتاعت السنه اللي فاتت، بس في نفس الوقت ده مش هيكون مفيد لوحده بنسبه كبيره لو انتم ما استخدمتوش المعلومات اللي اتشرحت في 2015. طيب، السنه اللي فاتت على بس ما الجهاز تعمل له ريستارت هكمل معها، هنريفرش مع بعض. احنا كنا اخر حاجه وقفنا عليها في الكيس ستادي بتاعت السنه اللي فاتت ان انت ازاي تعمل 150 الف دولار، او احنا تحديدا عملنا في بروجكت معين الرقم ده، من سوشيال ترافيك، فايرال كونتنت، وشويه التولز اللي احنا اتكلمنا عليهم السنه اللي فاتت. الكلام ده كان نقدر لغايه السنه اللي فاتت نحقق بيه ارقام. الارقام ديت ما زالت لغايه النهارده برضو نقدر نقول عليها ان احنا نعرف نعمل سكيلنج عليها بشكل اكبر عن طريق حاجتين: ان احنا هنقلل التكلفه بتاعت المصاريف اللي صرفناها السنه اللي فاتت في البروجكت، وان احنا نوبتمايز الريفينيو او الريفينيو موديل نفسه اللي احنا بنكسب منه من المصادر اللي احنا كنا شغالين بيها السنه اللي فاتت. ففي حاجتين هيبقوا صادمين النهارده، هتبقى اعتقد ان معظم الناس مش متوقعين الجزئيه الاولانيه فيها، الا وهي ان احنا مش هنشتغل على ادسنس خالص في البروجكت ده. يعني احنا هنريبليس ادسنس بحاجه ثانيه خالص عشان نعرف نشوف ايه الحاجات اللي موجوده في السوق نقدر نستعملها جنب ادسنس. عشان انا شايف لغايه دلوقتي من معظم الايميلات اللي جات لي ان الناس بتقول عندها مشاكل في ادسنس، اللي مش عارف يعمل اكاونت، ان احنا هنشيل الريفينيو موديل بتاع ادسنس وهنحط حاجه ثانيه مكانه المفترض بيها انها تطلع ارقام افضل. ويفترض بينا ان احنا لو الكيس ستادي السنه اللي فاتت احنا ما اتكلمناش على الكوست بتاع ال 150 الف دولار عشان خاطر نكسبهم، كام في الميه منهم مصاريف تشغيليه، كام في الميه صرفناهم على كونتنت، كام في الميه صرفناهم على ويب سايت، على كل التولز اللي بنتكلم عليها، ازاي السنه دي نشيل اكبر جزء ممكن من الكوست ده ونحوله الناحيه الثانيه لايه؟ للريفينيو. فاللي هنتكلم فيه النهارده ان احنا كمان جنب ان احنا مش هنشتغل ادسنس، احنا كمان مش هنكريت كونتنت. يعني احنا ما عندناش كونتنت هنشتغل عليه، مش هنجيب كونتنت كريتور او كوبي رايتر، وفي نفس الوقت يعني انتوا مش هتعملوا حاجه يعني. لا، يعني هيبقى ما فيش عندنا كونتنت كريتور، بس هيبقى في حاجات مبنيه بتاخد منك وقت نفس الوقت اللي كنت بتشتغل فيه هناك، بس في اتجاه افضل. فالسنه دي ان شاء الله، بس انا مستني البرزنتيشن، انا بضيع وقت بس لغايه ما البرزنتيشن تشتغل. ان احنا لغايه دلوقتي بنتكلم على نقطتين مهمين، هم دول اي كلام هنقوله لغايه دلوقتي هيكون تحت النقطتين دول: ازاي نقلل تكلفه، ازاي نكسب اكتر، ازاي نقلل المصاريف والوقت والمجهود اللي بنشتغل عليه في الجزئيه بتاعت ان احنا نعمل كونتنت كرييشن، ازاي نتكلم على ان احنا عندنا مشكله. انا عارف كل الناس او اغلبيه الناس بعتتها لي ان هم مش نيتيفز، ما عندهمش حد يتكلم انجلش بشكل كويس، وبالتالي الكونتنت اللي بيكتبوه بيبقى الكواليتي بتاعته اقل من الناس متوقعاها بره، وبالتالي الناس بتعرف ان الكونتنت ده مش طالع من حد هو اصلا اجنبي، يا اما بيكلفه ان هو يروح الناحيه الثانيه ويبتدي يسبند فلوس كويسه عشان يبتدي يعمل بيس اوف كونتنت يصرف عليها رقم 10 20 30 وات ايفر اللي بيصرفه على الارتكل الواحده. ده بيكونسيوم وقت، وفي نفس الوقت بياخد من الناس فلوس. هو محتاج ان هو يركز اكتر في البادجت دي ان هو يحطها على ان هو اكسباند الاسيتس بتاعته، ان هو يكبر الاسيتس والبيجز. لو هو بنتكلم على سوشيال ترافيك فبنتكلم على بيجز، بنتكلم على جوجل بلس، على انستجرام، على بنترست، على كل الشانلز اللي بنتكلم عليها، از ان احنا بنقول بندرايف سوشيال ترافيك على فايرال كونتنت عشان نجنريت انكم. وهو الهدف من الموضوع من التو سيشنز بتاعت السنه دي والسنه اللي فاتت ان احنا نجنريت انكم بس. انا بالنسبه لي مش عايز اتكلم في حاجه اكتر من كده، كان انت اعتقد يعني اللي انا شايفه لغايه دلوقتي ان احنا المشكله كلها ان الناس بتبقى غالبا عايزين يجنريتوا فلوس قبل ما يتعلموا. يعني هي دي المشكله دايما، العقبه اللي بتبقى الناس عطلانه فيها. معظم الناس اللي بعتت لي كانوا بيقولوا ان احنا عايزين نبتدي، بس احنا ما عندناش مصدر الارباح اللي تسمح لنا ان احنا نعرف نكفر السيناريوز اللي احنا شغالين فيها. فالسيناريو ده يفترض بيه ان هو بناء على الفيدباك بتاعه السنه اللي فاتت، في ناس نجحت اوريدي فعلا وطلعت ارقام، وارقام كويسه جدا جدا جدا، يعني انا مبسوط بيها جدا، وشايف ان احنا كمان عندنا مساحه من الاوبتمايزيشن نعرف نشتغل عليها السنه دي ان احنا نعرف نطلع ارقام افضل. 6 فيجرز نمبرز 6 فيجرز ا يير من غير ما يبقى في ويب سايت. زي ما قلت لكم عندنا حاجتين: كوست ريدكشن، ريفينيو اوبتمايزيشن. ده اللي هنشتغل عليهم السنه دي.
هنقلل المصاريف بتاعتنا على قد ما نقدر، وهنركز على ان احنا نوبتمايز الريفينيو سورسز بتاعتنا. لو عايزين تنقلوا للترمينولوجي دي عشان خاطر هنستعملها في السيشن، فهي قدامكم ثواني. اعتقد ان اغلبكم عارفها يعني، بس فيها حاجات مش معروفه. دي كوست مش ريفينيو، مكتوبه غلط. سي بي ام، ار بي ام، سي تي ار، سي تي اي، اي بي ال، سي بي سي، واليو تي امز. نقلتوا؟ احنا السنه دي مش هنتكلم تكنيكال كتير قوي، عشان الموضوع احنا اتكلمنا تكنيكال في السنه اللي فاتت وقلنا على التفاصيل اللي المفروض انتوا تشتغلوا بيها عشان تحققوا الرقم ده. السنه دي هنتكلم اكتر على ازاي توظيف الحته التكنيكال اللي اتكلمنا فيها في السيشن السنه اللي فاتت في ان احنا نحولها المره دي لارقام افضل عن طريق الحاجات دي. اول حاجه احنا محتاجين واحد يكون وظيفته نيجوشيتور، هو بيعمل عنده مهارات ان هو يكون راجل بيعرف يقفل ديل في الكلام، فلازم يكون ملم بالتفاصيل اللي احنا هنشرحها اللي احنا هندخل فيها دي، وبالتالي يعرف يحدد الديل اللي هو بيتكلم فيه مع الكلاينت او مع البارتنر او مع النتورك اللي هو بيتكلم فيها، ازاي ياخد الديل ده باكتر مساحه من الربح اللي يقدر يحققها، ويبقى عارف ان هو في السيناريو ده يقدر يمشي بيه نفسه لمده شهر او اثنين او ثلاثه او اربعه لغايه ما يطلع بعد كده بديل افضل منه من نفس النتورك اللي بيتعامل معاها. تاني حاجه، الناس اللي بتشتغل ماركتنج وما بتعرفش تعمل اناليسيس يبقى ما تشتغلش ماركتنج. الماركتنج عباره عن اناليسيس. الناس كلها، اي حد ديفلوبر ديزاينر ماركتير وات ايفر بيشتغل ايه، عنده اكسس على التولز بتاعت اللي بنتكلم عليها، سواء اذا كان اكسل شيتس، كلكم عندكم مايكروسوفت اكسل شيتس، عندكم اكسس على فان بيج كارما، عندكم اكسس على باسوم، وعندكم اكسس على نفس الحاجات اللي عندنا بالظبط. هي الفكره كلها، الفرق ما بين واحد والتاني قرايته للارقام اللي موجوده قدامه، وبناء يعرف ياخد عليها يعني ياخد عليها قرارات يترجمها بعد كده لنتائج مختلفه. فالسنه دي في الكيس ستادي دي هيبقى معظم الشغل عباره عن اناليسس، معظم المجهود اللي هيتم يوميا. احنا عندنا في نفس الكيس ستادي دي قعدنا فتره زمنيه تقريبا التيم بتاع الشركه بيقعد يعمل اناليسس ديلي لمده مثلا ساعتين ثلاثه كل يوم. كل اللي بنعمله ان احنا بنطلع نفتح كل الارقام قدامنا، نشوف كل حاجه ايه اللي تم من امبارح للنهارده، نسجل الارقام ديت، نعمل كومبيرنج بينها وبين الارقام اللي قبل كده، ونشوف حجم التغير اللي حصل نسجله، ثم بعد كده ناخد قرار عشان خاطر نكمل بعد كده لليوم اللي بعد منه. المقصود هنا بانفلوينت انجلش، انا عايز واحد ما بيتكلمش انجلش كويس، انا عايز واحد بيتكلم انجلش لدرجه ان هو يعرف يقنع الناس، اللي هو الدرجه من التاثير، مش اللي هو انجلش كويس، لا درجه التاثير، اللي هو راجل بيعرف ينيجوشيت، بيعرف يتكلم كويس، بيعرف يقرا من الراجل المسؤول الاكونت مانجر اللي بيتكلم معاه امتى هو قرر ان هو سقف الديل مش هيعديه هنا، وبالتالي لازم يبقى عارف هو لما هيجي يتكلم مع الراجل ده الديل ده كسبان او خسران. فدي جزئيه برضو هتحس انها نظري شويه، لكن لما نتكلم فيها في المثال الجاي هتشوفوا شكلها عامل ازاي. هيستوريكال داتا، الهيستوريكال داتا فكره الاكسل شيتس اللي هنتكلم عليها تفصيليا دلوقتي كمثال. دي تولز، سوري رجع تاني، اللي عايز يسجل برضو انا هديكم السلايدز دي في الاخر، بس يعني لو حد عايزها دلوقتي يبص عليها برضو. هنتكلم على مايكروسوفت اكسل، فان بيج كارما، فيسبوك انسايتس للبيجز، جوجل اناليتكس، وباسومو. عايز اصور تاني اهي. طيب هنتكلم السنه دي على ازاي اريبليس ادسنس بحاجه اسمها نتوركس او بارتنرز. الاندستري بتاعت الادفرتايزمنت في العالم كله معتمده على حوالي 10 15 شركه موجودين على مستوى العالم، اغلبيتهم بيسيطروا على كل الميديا ايجنت، او نقدر نقول عليها الترافيك اللي الادفرتايزرز بيصرفوا فيه فلوس عشان يقعد توظيفه من ناحيه الببلشرز عن طريق الكونتنت اللي بيشتغلوا عليه. احنا ما نعرفش تقريبا ما نعرفش غير جوجل ادسنس. يعني ثقافه الناس 80% من الاسئله اللي الناس اتكلمت فيها لغايه دلوقتي ادسنس، ادسنس الاكونت اتقفل، ادسنس المشكله ان هو الكونتنت العربي مش كويس، ادسنس ما بيردوش عليا لما ببقى عايز الفيريفيكيشن كود، كل المشاكل اللي الناس كلها بتعدي عليها. احنا فعليا عمالين نتخانق في برودكت واحد وسايبين الاندستري اللي هي فيها ارقام اكبر من كده بكتير جدا. مين اللي بيحقق الارقام ديت؟ الراجل اللي بيستلم مننا الترافيك عشان يسلمه بعد كده للادفرتايزر، الميدل مان، الراجل اللي في النص. الراجل اللي في النص ده هو سلم بقى طويل، هيطول شرحه، دي محتاجه سيشن لوحدها، بس احنا هنتكلم دلوقتي على ان في
في مكان ما، موجود في أمريكا وفي كندا وموجود في دول كتير، ناس بتكريت الجزء الصعب اللي انتوا بتعرفوش تعملوه وبيبقوا عطلانين على الجزء اللي انتوا بتعرفوا تعملوه. هم بيعرفوا يكريتوا كونتنت عشان هم نيتيفز، عشان هم عندهم اكسس على الاخبار اللي موجوده في العالم كله، عشان هم عارفين ازاي دارسين صحافه وعارفين يكتبوا الكونتنت اللي يشد الناس، عارفين يكتبوا الكول تو اكشنز بتاعه الكونتنت ازاي تاثر في الناس، عارفين يعملوا كل الكونتنت اللي ياثر لدرجه ان الناس تكليك، ان الناس تبقى عايز تقرا. الاندستري بتاعه الفايرال كونتنت عماله تكبر في العالم كله، بس مشكلته ان هو ما عندوش حجم الترافيك اللي انتم متخيلينه. فمقارنه بنفس السيناريو لو حبينا يعني مع فرق التشبيه نقارنه بفكره الافيليتس، نتكلم هنا حاجه شبيهه. حد عنده برودكت هو عباره عن الكونتنت، والتاني عنده الترافيك، انت اللي عندك الترافيك. فانت ممكن في السيناريو ده تركز بس على ان انت ازاي تجنريت الترافيك بتاعك بس بستاندردز معينه من الكواليتي علشان خاطر تبقى مقبول ان انت تدخل في الحته دي، ثم بعد كده تبتدي تكونفرت الترافيك ده الناحيه الثانيه لارقام. الارقام دي هتحققها عن طريق ان انت هتشتغل لحساب حد تاني هو عنده الكونتنت بتاعه مقابل يا اما ريفينيو شير يا اما فيكسد ار بي ام. هنتكلم على الاثنين دلوقتي. فاحنا هنعمل مقارنه دلوقتي ما بين الاثنين عشان نبقى عارفين بالظبط الجزئيه دي شكلها عامل ازاي. اللي انا بتكلم عليهم على سبيل المثال بوت فيد، فايرال نوفا، الويب سايتس اللي انتم غالبا بتستعملوها انها فيها فايرال كونتنت. بس مش بس السيناريو ده، انا بتكلم على الويب سايتس المتخصصه كمان. لو حد في المجال الطبي ففي ويب سايتس متخصصه في المجال الطبي هو محتاج حد يقرا الارتكلز بتاعته. لو في المجال الرياضي في ناس عندها كونتنت اللي في المجال ده، لو في اي مجال في ناس انترستد في الكونتنت ده. فالموضوع في النهايه برضو بنتكلم على ستيل، برضو بفكركم بنتكلم على الترافيك اللي جوه السوشيال نتوركس، الناس اللي بتسكرول داون عشان حاجه تشدها فتقراها فتخرج تقراها جوه البراوزر بتاع الفيسبوك ثم ترجع بعد كده وهكذا. اشهرهم وكل الناس بتستعمل الويب سايتس بتاعتهم زي ما بقول لكم باز فيد وفايرال نوفا على المستوى العام، لكن على المستوى المتخصص كل واحد هيدور على الاندستري اللي هو شغال فيها ويبتدي يشوف مين الجوروز اللي ماسكين الكونتنت في الحته دي. فاحنا اول حاجه لما نيجي نقارن ما بين ادسنس وما بين، خلينا نلستهم مره واحده. اول حاجه لما نيجي نقارن ايه الفرق اللي يخليني اشتغل مع الناس دي وما اشتغلش مع حد تاني، اول حاجه الناس دي بتوفر ويب سايتس ليها يوزر اكسبيرينس وبليسمنتس للادز مختلفه عن الاكسبيرينس اللي انت ممكن تاخدها لو بتستعمل الويب سايت بتاعك. في واحد وظيفته عندهم ان هو يشتغل على الويب سايت ان هو يطلع على الموبايل بكونكشن 3 جي وبكونكشن اقل من كده، وعلى ان الويب سايت يكون موبايل فريندلي، وعلى ان الويب سايت يكون طالع هو عارف عمل تيست لكل البليسمنتس اللي موجوده جوه الويب سايت، فعارف يحط الاعلان الفلاني اللي بالمقاس الفلاني في المكان الفلاني عشان ده اعلى كونفرجن بالنسبه له، وده اكتر هو جرب اوريدي خلاص عمل الاي بي تيستينج بتاعه وبيديلك البيست براكتس بيقول لك اشتغل بيه. وبالتالي هو حرق الجزء بتاع المجهود اللي انت هتكونسيوم فيه وقت عشان تجنريت الويب سايت، عشان تتست البليسمنتس بتاعت الادز، عشان تشوف الاعلانات بتبرفورم ازاي. وفي النهايه برضو هتلاقي نفسك وانس ان انت خلصت كل الكلام ده انت برضو مقيد بشويه حاجات ثانيه. ف كيوزر اكسبيرينس كبيتر بليسمنت للادز، مالتيبل ادز سايزز وذ هاير ار بي ام. الار بي ام اللي هو ريفينيو بير مل، المل اللي هي في اللاتيني اللي هي 1000 1000 حاجه، يعني 1000 اي حاجه هي مل، 1000 امبريشن هي اسمها مل. فالار بي ام هي مقدار اللي بتكسبه من كل 1000 مشاهده. اي حاجه بتتشاف 1000 مره يبقى المصطلح بتاعها اسمه ار بي ام. انا بشرح للناس اللي مش عارفه لان انا عارف ان في ناس كتير عارفه. فاحنا السيناريو اللي بنتكلم فيه الناس بتوفر اعلانات بسايزز مختلفه عن السايزز اللي موجوده على ادسنس. ادسنس انت هيبقى عندك الليسته اللي موجوده وما تقدرش تطلع بره. الناس دي تقدر تدي لك كاستم اد سايز بيزد على السبيس اللي موجوده عندك لو انت عايز، وده مؤخرا ادسنس بدات تدخل في الموضوع ده، او يعني في خلال الفتره الاخيره. بقول مؤخرا عشان انا عندي التايم فريم بتاعي او الفتره اللي انا استعملت فيها ادسنس من 2004 للنهارده، فانا بقول ان مؤخرا دي قد تكون من سنه او من سنتين او من ثلاثه. بس فعليا الناس ادسنس بتاخد البراكتسز بتاعت الناس دي عشان تنفذها عندها، مش هي اللي بتليد. بس احنا عشان احنا عارفين بس ادسنس فاحنا مركزين ان هي ايه الفيتشر دي نزلت عندهم، لكن هي اكشوالي هي نزلت عند ناس ثانيه قبل منهم. فبالتالي لما بيوفر لي مساحات اعلانيه في اماكن مختلفه بسايزز مختلفه البرفورمانس بتاعت الادز بتبقى مختلفه. الناس اللي بتستعمل ادسنس عارفين كويس ان السايز بتاع 336 في 280 بيبرفورم كويس اباف ذا فولد، صح؟ وبالتالي انت دايما بتحاول تظبط الويب سايت ان الاعلان يطلع فوق هنا عشان بعد كده تحط الكونتنت تحت منه قبل الراجل ما يسكرول داون عشان خاطر تاخد سي تي ار عالي. حد فاهم حاجه من الجمله اللي انا قلته ده؟ تمام؟ السيناريو ده مختلف.
السيناريو ده دلوقتي احنا دخلنا في حته ان انت الناس بقت بتكاستم الاد بيزد على السبيس بتاعه الويب سايت، بالتالي انت بتاخد احسن بيرفورمانس للاعلان بيزد على برضو التست اللي هم عملوه والمقاس وكل التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دي. مور ادفرتايزرز هاير بيدز مالتيبل برودكتس. لما بيبقى عندي انا شغال جوه ادسنس، الناس اللي بتنافس على الكاتيجوري اللي انا شغال عليه، لو الويب سايت بتاعي مثلا في مجال العربيات، فانا بتكلم ان الناس اللي بتنافس جوه الحته دي كادفرتايزرز، انتوا عارفين ان ادسنس بيزد على اوكشن سيستم، الناس بتنافس عشان خاطر هايست بيد بياخد السبيس اللي موجوده بيزد على الانترست. واضحه ولا الحته دي محدش عارفها؟ تمام. بناء على الكلام ده انت اللي عندك اللي بينافسوا في الحته بتاعه العربيات جوه ادسنس هم 1000 واحد لنفترض. ادسنس ستيل وان برودكت بالنسبه للاندستري بتاعه الادفرتايزنج، في جنب منها حاجات كتيره جدا. فلما اقول ان انا هدخل في المستوى بتاع الروت اللي فوق ادسنس، اللي ادسنس طالعه كفرع منه، هتلاقي ان ادسنس بتتساوى مع 4 5 6 10 نتورك ثانيين، وكلهم بيتم تغذيتهم من مصدر واحد في مكان ما كده، او حاجه ليها مسمى مش هنتكلم فيها دلوقتي. المكان ده هو اللي بيغذي كل النتوركس دي وبيقول لهم انا عندي ادفرتايزرز في الحته بتاعه العربيات عايزين يعملوا اعلان هنا، وفي اعلى بيد موجود على جوجل ادسنس 5 سنت. انت عندك كام؟ انت عندك كام؟ الكلام ده كله طبعا سيستماتيك، ما فيش حاجه بتحصل بشكل اللي بنتكلم فيه، بس ده الكونسبت يعني. فبتبتدي الناس تحس ان في مستوى من المنافسه على المساحه الاعلانيه اللي هي اصلا موجوده عندك على الويب سايت، منافسه اعلى. لو انت عندك 1000 في ادسنس، فانت عندك بقى في 1000 في النتورك دي و1000 في النتورك دي و1000 في النتورك دي، خلاصه الموضوع بقى عندك حوالي 5 او 6000 ادفرتايزر بيتنافسوا على السبوت بتاعت الاعلان دي. ده معناه اي مزاد في الدنيا عدد البيدرز بيزيدوا فيه، معناه انه السعر بيزيد بناء على الفاليو بتاعت المكان ده، وبالتالي الناس دي بتبتدي تتنافس لصالحك، لان هم كلهم عايزين ياخدوا المكان ده بيزد على الترافيك كواليتي بتاعك. لو الكواليتي بتاع لو الترافيك بتاعك بكواليتي معينه، معنى كده ان الناس في كونفرجن. لو الناس بتدخل من الويب سايت بتاعك يقفلوا الويب سايت ويمشوا، ما تتوقعش ان هيبقى في كونفرجن بالنسبه للناس، وبالتالي الادفرتايزر لما هيشوف اسم الويب سايت الفلاني هيقفل ويمشي. خلاص انا مش عايز اتارجت الناس اللي على الويب سايت ده عشان الكونفرجن بتاعه ضعيف. اما لو انت الترافيك بتاعك ككواليتي تم استهدافه بشكل سليم في الاول، وبنيت الاودينس بتاعك زي ما شرحنا السنه اللي فاتت، فده معناه ان انت هيبقى عندك ادفرتايزرز عمالين على بلاتفورمز مختلفه بيتخانقوا على الاد سبيس اللي في المكان الفلاني، عشان البرفورمانس بتاعه بيزد على الهيستوريكال داتا اللي عنده، بيزد على البروفايل بتاعك انت على النتوركس ديت، بيقول ان الناس اللي حاطط اعلانها في المكان ده كسبت، وبالتالي الكونفرجن عنده مضمون، هو مش بيريسك. فبالتالي اعلى واحد هيعرف يشتري المساحه دي بيدفع فيها اللي انت عايزه. فبتلاقي الموضوع بيتقسم ما بين دايركت اوفرز، وما بين ان الناس بتعمل بيدنج على من 5، يعني انا قلت مثلا في ادسنس 5، تلاقي لا السقف بقى 6 بقى 7 بقى 8. مين المستفيد؟ الببلشر في السيناريو ده. بس ندخل في اللي بعدينها. مور بروفيت ريفينيو شير اور بيتر ريزلتس فور ذا سيم ترافيك. السيناريو اللي احنا بنتكلم فيه انتوا برضو احنا انا هفضل كل حاجه في الكومباريزن ديت هقول ادسنس عشان دي اللي احنا نعرفه دلوقتي، فهنقول الوضع هنا ايه والوضع اللي احنا بنتكلم عليه عامل ازاي. هنا في السيناريو ده احنا بنتكلم ان انتوا من شكل الديلز اللي هتاخدوها، لو انتوا عرفتوا تقفلوا ديل مع واحد من النتوركس دول، هيقول لك انا هدي لك 80% من الريفينيو اللي موجود في الويب سايت بتاعي. الريفينيو ده جاي من ادسنس، من 3 4 نتوركس تانيين بيعلنوا عنده، هو مستهدفينه هو بشكل مباشر. وبالتالي لو انت كنت بتعمل مثلا من 10000 زياره $50 ونفترض، عشان بتشتغل مع ادسنس بس، فانت الترافيك بتاعك دخل على الويب سايت ده والراجل ده شغال سي بي ام بيزد، وبالتالي الترافيك ده اتعمل له كونفرجن على ادسنس وعلى النتورك الثانيه اللي موجوده جوه الويب سايت. النقطه دي واضحه ولا اعيدها؟ لو حد اعيد تاني. طيب انا دلوقتي عملت اوبتمايزنج للويب سايت بتاعي وبعت الترافيك على الويب سايت، الناس دخلت، السي بي ام بتاع الناس ديت او الار بي ام بتاعت الناس ديت، خلينا نتكلم عن الار بي ام من البرسبكتيف بتاعنا احنا كببلشرز، يعني الار بي ام بتاع الرقم ده بيحقق $5. تمام، انا اللي هكسبه لو اتشقلبت هم $5. لكن انا عندي في نفس الوقت في سيناريو تاني، واحد ويب سايت تاني عنده ديلز مع نتوركس تانيه، مع ادفرتايزرز تانيين شغال معاهم، وبالتالي حاطط اعلان واحد ممكن يكون من ادسنس
بيعمل عنده ار بي ام 5 و6 و7 جنب منه اعلان من نتورك ثانيه بيعمل له 4 و5 و6 دولار جنب منه اعلان من نتورك ثالثه خالص بيعمل له 3 و5 ايا كان الرقم. ففي النهايه ال1000 امبريشن بتعمل كام؟ ال5 وال4 وال3. وبالتالي انا نفس الناس اللي دخلت لي هنا لو دخلت على الويب سايت بتاعي هتكونفرت الرقم ده. نفس الناس دي لو خدتها ونقلتها على الويب سايت من الناس اللي هي على المستوى اللي احنا بنتكلم عليه، لان احنا بنتكلم على ويب سايتس تقيله ما بنتكلمش على ويب سايتس بتاعت هواة زي اللي احنا لما بنبتدي شغلنا بنبتدي بيها، هتلاقوا نفس الترافيك ده بيكونفرت بدبل وتريبل واكتر من الايرننجز اللي احنا بنتكلم فيها. تمام؟ بيبقى في الجزئيه دي مستوى من النيجوشيشن بنبتدي ان هنتكلم فيه بعد كده، او هيبقى هو هيجي يعني هيجي في التفاصيل في قدام، ان احنا لما ابتدي ديل مع حد من الناس ديت ممكن يقول لي انا هبتدي معاك 60 40، انا 60 كببلشر وهو 40، انا باوفر الكونتنت والويب سايت والهوستنج كوبي رايترز الديزاينز الاكسكلوسيف كونتنت كل الحاجات اللي بنتكلم عليها دي، انت بتوفر الترافيك بتاعك. الكلام ده احنا وين وين سيتويشن، انا ما كلفتكش كونتنت، ما كلفتكش اي حاجه من الحاجات اللي مقرفاك في عيشتك، انا هركز معاك بس ان انت ايه ابعت لي ترافيك كويس هدي لك قصاده كذا. ممكن تقبل تقيل على السيناريو ده ثم بعد كده اوبتمايز ان انت تخلي ال 60 ديت بيزد على الهيستوري بتاعه، لا انا عايز 65، لا انا عايز 70، تبتدي تتكلم برضو بس بالعقل، مش انا عايز يعني هنبتدي نتكلم ايه يعني نطلع بالراحه مع بعض لغايه ما نوصل لديل ان احنا في وقت من الاوقات نبتدي نتنقل للمرحله بتاعه البريميوم فيتشرز، اللي هو في وقت من الاوقات بعض النتوركس يبتدي يصنفك من غير بقى الهاسل والاساطير اللي انتوا بتقعدوا تسمعوا عن الموضوع الادسنس ان انت هتبقى بريميوم ببلشر وهتبقى مش عارف مليونير في ثلاث ايام والكلام. انا سمعت كلام يعني حته البريميوم اكونت في الادسنس دي كان فيها مشاكل كبيره جدا عند الناس، يعني الكونسبت بويز مفيش حاجه اسمها كده خالص. في حاجه اسمها ان انت ممكن تكون بريميوم ببلشر على النتوركس ديت من غير الايفورت اللي انت محتاج تعمله الناحيه الثانيه خالص، as long as ان انت بتدي له حاجه كونستنت ثابته مستمره ليها مستوى معين من الترافيك ككواليتي، هو بيابريشيت الموضوع ده جدا لانه هو بيضمن ان انت تقدر تقدم في السيناريو ده مثلا ما يعادل 10% من الارباح بتاعه الشركه بتاعته، فبالتالي هو محتاج يكسبك وعايزك تكمل معاه. عشان تكمل معاه لازم هو شويه 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 يفتح لك حاجات مختلفه، يعني لازم هو اللي لازم ينشيت البروسيس معاك، يجي يقول لك انا هنقلك من الفيتشرز العاديه للبريميوم فيتشرز. ايه البريميوم فيتشرز؟ فيها حاجات كتيره، في ان هو ممكن يقول لك انت من يوم 10 ليوم 20 هتشتغل معايا 150% في الايرننج، يعني هيدي لك الايرننجز ب 150%، وما تسالنيش ازاي، هي مش صعبه، هو ببساطه بيقتطع من الشير بتاع الارباح بتاعه ويدي لك انت عشان خاطر يدي لك في الفتره ديت حاجه تخليك تبقى انت عايش على النفحه دي كل شهر او كل شهرين. ايه موتيفيشن؟ بالظبط بيديني موتيفيشن عشان اكمل معاه ان هو يقول لي انا هدي لك ار بي ام 8 وانا عارف ان اعلى ار بي ام في السوق 6 مثلا، فخلاص انا الراجل ده لما اجي اتكلم معاه عرفت ان انا هنا الموضوع كسبان تماما، انا لازم اكمل مع الراجل ده ليه الاولويه في الببلشنج عندي. بيديني اكسكلوسيف كونتنت، الكونتنت اللي انتوا بتشوفوه على السوشيال نتوركس مقسوم او مش مقسوم، هو كونتنت واحد بس هو وصوله بيبقى مختلف، الناس الكبيره بيبقى عندها اكسكلوسيف اكسس، الكونتنت ده بيوصلهم الاول ثم بعد كده احنا كلنا بنبقى فولورز، ناخد الكونتنت ده ونبتدي نبارافريز او نعيد كتابته وننزله تاني. اغلبيه الناس بتعمل كده صح؟ طيب تخيل ان انت اول واحد بينزل الكونتنت ده، درجه الاقبال هتبقى مختلفه، فهو ده اللي بيقدمه، يديني كونتنت يقول لي انت بريميوم ببلشر عندي فانا هدي لك الكونتنت ده، وانا البريميوم ببلشرز عندي كلهم مثلا لا يتجاوزوا ال 10 او ال 20 واحد، فانت على الفيسبوك الخبر ده انت من اول 10 ينزلوه، فانا عندي حجم اسيت كويس معنى كده ان ده هيجو فايرال طالما انا الكونتنت كويس. ايرلي اكسس تو تريندينج ستوريز، بيتم تصنيف الكونتنت طول الوقت اللي الناس بتجنريته على عندهم هم في المطبخ بتاعهم لكونتنت عادي والكونتنت تريندي، الكونتنت اللي بيجو فايرال، الكونتنت اللي بيكسر الدنيا، الكونتنت اللي ممكن موضوع واحد منه زي ما انا في سيشن مش قادر افتكر مين بس اعتقد امبارح حد قال في حد عمل 5000 دولار ايه؟ حسام قال من ارتكل واحده الرقم زي ده، حسام كان الترافيك سورس بتاعه في السيناريو ده اعلانات. ففي كوتس بتتصرف ومع ذلك هو كسبان جدا. تخيلوا بقى اللي احنا بنتكلم فيه بقى في السيناريو ده ان انت الكونتنت انت ما صرفتش عليه حاجه،
بس هو راح فايرل علشان الخبر اكسكلوسيف، عشان خاطر نازل في التايمينج الصح، عشان خاطر الانجيجمنت ريت بتاع الاكسس بتاعت الاسيتس بتاعتك كويس. وبالتالي انت فجاه احنا عندنا السيناريو ده اتكرر مره واثنين وعشرة، ان ممكن يكون حجم الاسيت ممكن لا يتجاوز 50 أو 60 ألف بني ادم فان بيج مثلا، وممكن الكونتنت يجو فايرل ل 17 او 18 مليون بني ادم. بس بيزد على ايه؟ على حاجات كتيره بقى. انا بتكلم على فكره ان انا ازاي لما استقبل تريندي كونتنت، دي تعتبر فيتشر مش موجود عند حد، ان انا استقبل كونتنت كواحد لسه بيجرب، كاني بالظبط كده انا من اول 10 مثلا نزلوا لهم برودكت جديد عشان يجربوه. ف النقطه اللي بعد منها فاستر بيمنتس. الناس اللي عندها مشكله مع الادسنس طول الوقت في ان الديلي بتاع البيمنتس وبتوصل متاخره، وممكن تقعد انا مش عارف دلوقتي بتقعد كام بصراحه، بس ممكن اخر حاجه كانت هي نت 13 تقريبا، نت 13 صح، تقعد 30 يوم ولا اكتر، 25 ل 30. بنتكلم في الرينج ده، في نتوركس هتدي لك نت زيرو، نت كلمه نت، نت زيرو، نت 15، نت 13، الكلام ده كله. حاضر، وانا بسرح معلش. طيب النت 30، النت زيرو دي معناها ان الناس وانس ان انت الشهر خلص بيدفع لك في نفس اليوم. يعني انت يوم 30 31 مثلا، او يوم 30 يوم واحد في الشهر اللي بعد منه تلاقي البيمنت ايشود، الفلوس نزلت على الاكونت بتاعك في خلال يومين، وبالتالي انت مش محتاج تستنى الفتره دي. برضو دي منها حاجات ثابته ومنها حاجات بتبقى بالنيجوشيشن، عشان كده كل شويه هتلاقونا بنقول نيجوشيشن. ليه؟ ممكن نبتدي معاه في الاول بنت 30 ثم بعد كده انقل، لان انا اقول له انا عايز الفلوس اقل اسرع من كده. بس بيزد على ايه؟ على البرفورمانس بتاع الشغل بتاعي معاه. خلاص انا بقيت بدي له حاجه ثابته وشغاله والراجل بيكسب من ورايا، انا مش هينفع استنى شهر، انا عندي مصاريف تشغيل وعندي موظفين وعندي وعندي وعندي، انا محتاج الفلوس بسرعه. والكلام ده بيتم عن طريق اكاونت مانجر مسؤول عن ان هو يتواصل معاك تليفون وايميلات وكل ما تتخيله. في النهايه انا بعرف في شانل مفتوحه مش هلاقيها مفتوحه في ادسنس، في ادسنس انا ببعت لفورم ويرد ولا ما ردوش. الناحيه الثانيه انا عندي بني ادم بيتكلم معايا مهتم ان انا انجح، عشان انا لما بنجح بنجحه، وفي نفس الوقت ما عندوش الايجو والحته بتاعت الفيسبوك بتاعت جوجل اللي مهمله شويه، اللي بيعاملونا ان انتوا يعني انا عندي منك كتير فما تصدعنيش، هرد او مش هرد ما مش فارق معايا كتير. وبالتالي انا هنا بتعامل مع الناس ديت، بيدوني البيمنتس بتاعتي ممكن زي ما بنقول نت زيرو، يعني ممكن فلوس توصلني وانس ان انا خلصت، انا عامل حسابي ان انا هيطلع البيمنت. كم واحد بيبقى قاعد على اعصابه بعد ما البيمنت يوم واحد في الشهر عدى عليه 25 يوم عمال تفكر الاكونت هيتقفل امتى؟ انت بتبقى كل اللي بتفكر فيه انا الفلوس دي هتيجي ولا الاكونت هيتقفل؟ اعتقد ان ده بتعيش 25 يوم في المعذاب كده، يعني بتبقى قاعد متعذب، خاصه لو المبلغ كبر منك فهتبتدي تفكر لو اتقفل وكل الترتيبات اللي في دماغي دي انا رحت في 60 داهيه. هناك مفيش حاجه اسمها اكونتس بتتقفل، مفيش حاجه اسمها ديسيبلد اكونتس، محدش بيقول لك انت مالكش حاجه عندنا. ودي حصلت معانا كتير في ادسنس وبارقام كبيره جدا، ورحنا هناك واتكلمنا مع الناس ومفيش فايده، رحنا هناك دي يعني رحنا فرع جوجل يعني هنا في مصر، واتكلمنا مع الناس ولا اي حاجه. وانا كنت يعني اليجيبل ان انا داخل على بريميوم ببلشر، وبعد كده لما هم بقوا يعني انا بقولها كده فعلا، لما بقوا يكلموني بعد كده انا ما بقتش ارد عليهم خلاص. ليه؟ لان انا بقى عندي بدائل، ولان انا لقيت الناس اللي بتابريشيت المجهود اللي احنا بنعمله والكواليتي كونتنت او كواليتي ترافيك اللي احنا بنبعته، وبالتالي انا ما بقتش موجود طول الوقت تحت رحمتهم. فخلاص شكرا يا جماعه، اشتغلنا مع بعض فتره كويسه جدا، بس احنا دلوقتي عندنا بدائل كويسه فاحنا مكملين. طب انت محتاج ان احنا اوبتمايز معاك الدنيا؟ لا شكرا. والكلام ده كله بيتم بالايميلات. طب نكلمك عايزين نسيت كول؟ لا مش نوت انترستد، خلاص عندنا بدائل. فده اللي احنا عايزين نوصل له، احنا عايزين نخرج من الحته بتاعه الضغط النفسي اللي الناس موجوده فيها طول الوقت في جوجل ادسنس، الاكونت هيتقفل. بس يعني نقطه مهمه، السيناريو ده مش هينفع فيه الشغل اللي الناس بتعمله ك اللي ناوي يمشي في السكه دي ما يسمعش الكلام ده. خلاص؟ يعني ده للناس الهارد وركرز، الناس اللي عايز تشتغل. في المقابل هتلاقي نتيجه، لكن الناس اللي هتشتغل غلط من اول يوم هيقول لك شكرا والموضوع انتهى، ويعني خلاص الكواليتي ترافيك بتاعك ما يلزمنيش، انا ما فيش كونفرجن، الادفرتايزرز مش مبسوطين، الموضوع عندي مش جايب همه، فبس بادب يعني مش هيعمل مش هيقفل الاكونت في وشك، هيقول لك شكرا واحنا مش مكملين مع بعض. فخلاص خلصنا الديسيبلد اكونتس والبيمنتس. No need to create content. خلاص قلناها. Dedicated account manager with daily reports of top trending or most viral content. No need to search. Will better reach. Domains اللي من نوعية viral Nova و BuzzFeed وكل الويب سايتس اللي احنا بنديها أمثلة دلوقتي على سبيل المثال يعني. Facebook.
في اغلب الاوقات بيحب الدومينز دي عشان الاثوريتي بتاعت الدومين. لو هنتكلم على الدومين اثوريتي من ناحيه من الزاويه بتاعت الاس اي او، فهنتكلم برضو على الاثوريتي بتاعت الدومين من ناحيه الفيسبوك والسوشيال نتوركس. نفس الكونتنت اللي انت ممكن تنزله، والكلام ده بقوله لكم بناء على تجارب، يعني مش لازم تلاقوه مكتوب في حته. الكلام اللي بقوله لكم ده مش هتلاقوه، مش لازم تدخلوا تدوروا فتلاقوه مكتوب. انا بنقل لكم الخبره بتاعت التجربه ديت على مدار الكام سنه اللي فاتوا. ممكن تاخد نفس الكونتنت تكتبه عندك في الويب سايت وتنزل اللينك ده في نفس الظروف بتاعه اللينك الاولاني اللي هيبقى خارج من فايرال من باس فيد ولا نفرض، هتلاقي ان انت الريتش مثلا ممكن يكون الدبل او التريبل. ليه؟ الدومين ده معروف عند جوجل او عند فيسبوك اسف انه مش ما عندوش مشاكل، انه تراستد، انه الكونتنت بتاعه هو بيحبه، انه الباونس ريت مش بايظ، الناس بتحب تدخل تقعد تقرا، انه في ريتيرنينج فيزيتورز كتير. كل الكلام ده بيتقل الدومين في الريتش بتاعه وبيوصل لكام في المية من الناس اللي موجوده جوه البيج. وبالتالي بيتر ريتش ده معناه ان انا البوست اللي انا هنزله مش لازم افكر التفكير بتاع ان انا عايز اخد كل حاجه اعملها ليا، انا هعمل الكونتنت وهنزله عندي وهعمل الويب سايت وهتعامل نفس المعامله بتاعت الناس التانية. ده مش هيحصل الا لما تكون كبير. لو انت صغير فيعني احنا، انا اسف يعني مش بتكلم ككبير او صغير كحجم، انا بتكلم كهم بيبصوا للموضوع ازاي. ان هم بيبصوا كفيسبوك بيبص للويب سايتس بيبص لها عشان خاطر ده الجوريزم هو شغال بيه، ما عندوش القدره على ان هو يتعامل بشكل بيرسونال. فهو عنده سيستم ده بيقول ان في حاجه اسمها دومين اوثوريتي، الدومين ده لو قوي تعامل معاه على المعايير دي. الناس اللي بتيجي تست البيجز بتاعتها في التست المعروفه عموما في اي بيجز، لو حد بينقل ملكيه او حد بيتست كونتنت على بيجز، لما يعوز يشوف الصفحه دي بتبرفورم كويس ولا ضعيفه بياخد لينك من ليتل ثينجز او لينك من باس فيد ويشوف الريتش بتاعه ويشوف الانجيجمنت ريت بتاعه، عشان ده افضل كونتنت يتقدم للناس. طبعا انا بتكلم في حاله لو نفس الاندستري، تمام؟ لو مش نفس الاندستري طبعا اللي انا بقوله ده مش صح. لو انت في مجال كذا هتدور في حد شغال كويس جدا في الاندستري ديت بيقدم الكونتنت احسن حد ومعروف، وساعتها هتاخد هتاخد عينه او سامبل من الكونتنت بتاعه تجربه عندك على الاسيتس بتاعتك وتشوف البرفورمانس بتاعه عامل ازاي. وبالتالي حته الدومين اوثوريتي من الحاجات اللي بتفرق برضو في الجزئيه بتاعت ان انت ازاي توبتمايز الريفينيو بتاعك. العيوب هما حاجتين. الناس اللي بتدور على انها تبيلد براند، واعتقدش ان هو ده مناسب اللي احنا بنتكلم فيه في الكيس دي، فهم حاليا دلوقتي بيبعتوا الترافيك ده لناس تانية، فانت مش مستفيد من الريتنشن ان الناس ترجع لك تاني على الويب سايت بتاعك، لان انت الناس دي ممكن تستخدمها ان انت تبيلد يور نيوزليتر، ممكن تعمل سبسكريبشن وتلم الداتا بتاعتهم، ممكن تستفيد بهم ان هم مثلا هتحط الويدجتس بتاعت الفيسبوك وهتنكريز اللايكس بتاعتك، ممكن تستفيد بيهم ان انت البراند بتاع الويب سايت بيزيد، ان الرانك بتاعه بيزيد، ان انت تقدر ساعتها في سيناريوز كتير جدا ممكن نتكلم فيها لو الويب سايت بتاعك. في الحاله دي فكر نفسك وانت بتعمل النقطه ديت ان انت بتعمل الكلام ده جاست ان دي حاجه عشان تجنريت انكم تشتغل بيه. لكن انت مش بتعمل براند. بتعمل براند مش هتعامل المعامله دي. والمعامله دي مش وحشه، المعامله دي شغال بيها اكبر كيانات كبيره جدا في العالم، بس هم واضحين ان البيزنس موديل ده بيحقق حاجه واحده بس انا عايزها. انا عايز حاجه جنريت فلوس عشان اعرف اعمل سستين البيزنس بتاعي الناحيه الثانيه. لو ده بيطلع لي فلوس وبصرف عليه بصرف فيه على شغلي وعلى حياتي وعلى كل حاجه، فده خلاص انا حققت الهدف المطلوب. ثاني حاجه الشورتج اوف افيلبل كونتنت، اوقات بيبقى النتوركس اللي بنشتغل معاها ما عندهاش كميه الكونتنت اللي تقدر تغطي المساحه اللي انا متوقعها. يعني انا ممكن يجي لي مثلا من نتوركس، انا متعامل مثلا دلوقتي مثلا ونفترض مع 5 أو 6 أو 7، في نتورك معينه خلاص البروفايل بتاعها معروف عندي انها بتجنريت 2 ارتكلز بير داي. فمهما كان الريتش بتاع اللينكس كويسه، مهما كان الانجيجمنت ريت بتاع اللينك كويس، مهما كان السي تي ار عالي، كل الكلام ده كله انا في النهايه ليميتد بايه؟ بالعدد بتاع الايه؟ الكونتنت المتاح. بس دي حل... يعني دي سهله ان انت تقدر تشتغل مع اكتر من نتورك في نفس الوقت، وبالتالي تعالج الجاب اللي موجوده ان انت تملى السبوتس بتاعه الكونتنت عن طريق ان انت تستعمل كونتنت من ناس تانية. هتبتدي بقى تدخل في مرحله الاناليسز اللي هنتكلم فيها. النقطه دي يعني بنقول فيها في المشكله اللي فاتت في الديس ادفانتج بتاعت ان انت ما بتشتغلش الويب سايت بتاعك، ان انت في الحاله دي بتلم البيست براكتس اللي بتشتغل عليه لكل الويب سايتس الثانيه عن طريق الاناليسز اللي بتعمله لكل الناس دي، ثم تاخد الكلام ده وتعمل
ان ايه اللي موجود في البارتنر الفلاني رقم واحد ورقم اثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ثم تلم الناس دي كلها از ا بيست براكتس، تعمل حاجه معينه كده تو دو ليست، تبتدي تعمل الكلام ده في الويب سايت عندك، ثم بعد كده تموف الترافيك ده على الويب سايت بتاعك. يبقى انت عرفت ان انت ايه نقط القوه بيزد على النتائج اللي انت شغال بيها مع الناس وطبقتها بشكل مباشر على الويب سايت عندك. وبالتالي احنا هنا بنبتدي نقلب الديس ادفانتج لميزه. طيب الناس دي بتوافق تشتغل معانا ليه؟ دي مش محتاجه اي شرح. الناس دي زي ما قلت عندها كونتنت وانا عندي ترافيك. وين وين سيتويشن. فالموضوع بتاع ان انا ديل مع الناس معتمد على ان انا يبقى عندي ترافيك كويس بنيته. طبعا الناس اللي شافت السيشن السنه اللي فاتت فاهمه اللي انا بتكلم فيه. احنا بنتكلم السنه اللي فاتت قلنا ان احنا بنبيلد الاودينس وبنتست الناس، بنختار الناس ازاي بالتولز، بنعرف ازاي ندخل نجو ديبر في الاناليسيس بتاع الاودينس او التارجتد اودينس عشان نجيب الناس ديت بعد كده تنجيج بشكل كويس جدا على الاسيتس بتاعتنا. لو انا جبت اي لو انا دخلت عملت في الانسايتس مثلا في الاودينس انسايتس رحت مختار مجال واسع جدا قلت كارز مثلا على سبيل المثال وما دخلتش في حاجه متخصصه شويه فهيجي لي الناس اللي في الكارز وبالتالي انا ممكن انزل عربيه تويوتا مثلا بس ما فيش تويوتا فانز في العربيه في البيج وهم مهتمين بعربيه ثانيه فتلاقي الانجيجمنت بس للناس دي في حين ان انا عندي عدد كبير وبالتالي الانجيجمنت ريت بتاع الاسيتس نفسها هيبقى ضعيف. لكن انا لو قلبت الموضوع ودخلت ان انا تخصصت واشتغلت على ان انا الانترست اللي انا بترجتها في الكامبين بتاعي بيكون معتمد على انترست فعلا ملمس عند الناس اللي يعني ما فيش حد عندي الا وانترستد في اللي انا بقدمه مش جاست عدد. في بيجز بتبقى 50,000 وبتبرفورم اكتر من نص مليون. البيجز لو انا هتكلم على الموديل ده على بيجز وعلى سوشيال اسيتس في اسيتس بتبقى اصغر بكتير جدا من الحاجات اللي انتوا بتشوفوها ضخمه وبيزد على تيست بسيط وده حصل حوالي كام شهر بتست الحاجه كانت 1.5 مليون فعلا النتيجه بتاعتها كانت نتيجتها اقل من حاجه تقريبا 50,000 أو 60,000 ودي 1.5 مليون اكتر من مش عارف اكتر من 20 ضعف او 30 ضعف كتير يعني. وفي النهايه برضو الموضوع مسليدنج جدا. انا ممكن ابص للموضوع من فوق البيج دي 1.5 مليون ده انا ادفع فيها اي فلوس ادفعها ده هتجيب لي كل اللي انا متخيله ده انا عندي صفحه فيها 20 مليون الكونفرجن بتاعها عامل ازاي السي تي ار الناس بتدوس ولا بتدوس الناس اصلا انترستد ولا لا انا بقدم لهم الكونتنت المناسب ولا لا. وبالتالي الموضوع ملوش علاقه بالحجم ليه علاقه بالتارجتنج. هتعمل تارجتنج للناس هتنزل الكونتنت اللي هم مستنينه هتلاقي كل الارقام اللي بنتكلم عليها بعد كده مظبوطه. طيب دي اللي احنا كنا بنتكلم فيه الانترودكشن للكونسبت والمميزات والعيوب والمقارنات والكلام ده كله. لغايه دلوقتي الدنيا تمام؟ طيب هنتكلم في البروسيس. ازاي كل واحد في الكاتيجوري بتاعه هيعرف يوصل للنتوركس او للبارتنرز اللي هو عايز يتعامل معاهم؟ ايه الخطوات؟ ايه اللي هيمشي وراه؟ هندي مثال عملي صغير. دلوقتي انا ونفترض مثلا هبتدي بنقطه انا عندي ويب سايت انا عارف ان ده من المنافسين بتوعي انا عارف ان الويب سايت ده في الاندستري بتاعتي من الناس الشاطره في الحته دي فهبتدي الاول بان انا هروح على الصفحه بتاعته مثلا هناخد مثال الصفحه دي صفحه بتقدم فايرال كونتنت اسمها شيرت وهبتدي هعمل عمليه تريسنج لللينكس اللي عنده ايه اللي بيحصل فيها بالظبط هفتح كونتنت من ده وابص على اليو ار ال شايفين اليو ار ال فوق مين هنا عارف فكره اليو تي امز تمام طيب اليو تي امز هي عباره عن فيتشر موجوده جوه معظم التولز اللي بنستعملها لتحليل الترافيك بتاعنا او زي جوجل اناليتكس يعني الـ 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 يعني اشهرهم جوجل اناليتكس يعني في حاجه هتلاقوها في اليو ار ال فوق شايفين كلمه يو تي ام سورس فوق على اليمين انا عايز اجيب يو ار ال اقصر من ده بس عشان ده طويل قوي تمام شايفين اللي فوق ده
من اول هنا. انا لو شلت من اول هنا كده كت وفتحت نفس الموضوع هيفتح، مش حاجه تغير. بقيت اليو ار ال اللي فوق ده وظيفته انه يمونيتور الترافيك ده جاي منين. يعني الويب سايت ده اللي هو جوت مش عارف الكلمه دي، الويب سايت ده عنده ترافيك سورسز مختلفه، عنده نيوزليترز، عنده ترافيك سوشيال، عنده اورجانيك ترافيك، عنده كامبينز شغاله بيدفع فيها فلوس، عنده ترافيك سورسز كتير، بس هو عايز يعرف مين فيهم جاي منين عشان خاطر يعرف ينفست في مين فيهم اكتر ويوقف مين عشان خسران. فبالتالي بيستعمل الفيتشر بتاعه موضوع اليو تي امز. اليو تي امز هي عباره عن معرف صغير قد كده احنا بنكتبه عن طريق تول معينه موجوده في جوجل. الرقم او اليو تي ام ده بيطلع بيبقى حاجه يونيك خلاص ما بتتكررش، وابتدي انكلود الجزء بتاع اليو تي ام في اليو ار ال زي ما انتم شفتوا فوق، واستعمله بعد كده عشان ابقى عارف من جوجل اناليتكس وانا فاتح الويب سايت وبراجع الترافيك بتاعه ايه اللي حصل. انا جالي شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا، وبالتالي ابتدي امونيتور كل مجموعه من الناس ديت واشوف بيعملوا ايه في الويب سايت، مين فيهم اشترى لو انا ببيع، مين فيهم قعد في الويب سايت وقت اطول، مين فيهم عمل بيج فيوز اكتر، مين فيهم قفل الويب سايت بسرعه فمحتاج ان انا اعالج معاه المشكله، مين فيهم من دول معينه. الديموغرافيك كامل بقى، شوف الدول، شوف الناس بتعمل ايه، شوف البيهيفير بتاعهم عامل ازاي، وبالتالي نقدر بعد كده نحدد الكونتنت اللي انا كنت بقدمه هنا كان مناسب بالنسبه للناس دي ولا انا محتاج ان انا اوقف اللي انا بعمله ده واشتغل في تراك تاني. رجوعا للجزئيه بتاعتنا، ارجع اليو ار ال زي ما كان. لما هبص على اليو ار ال فوق هتلاقوا هنا الجزء اللي هظل له يو تي ام سورس شيرد يو تي ام ميديوم فيسبوك. دي معلومه مهمه، بيقول لي ان انا عندي المصدر بتاع الترافيك جاي من البيج اللي اسمها شيرد. شايفين اسم الويب سايت؟ الويب سايت مالوش علاقه بشيرد، بس انا فهمت هنا ان الناس دي بتشتري ترافيك من الصفحه بتاعت ايه؟ شيرد. فخلاص انا فهمت ان هنا دول متفقين مع دول بشكل من الاشكال، وده بيمونيتور البرفورمانس بتاع الموضوع باليو تي ام. والمصدر بتاع الترافيك كمصدر مش بقى يعني حاجه ادق شويه، المصدر ان انا بجيب من الفيسبوك، لان ممكن تلاقوا مثلا السورس شيرد ومثلا الميديوم دي نيوزليتر. فلما جربوا تفتحوا اي حاجه في النيوزليتر او في اي حاجه من الحاجات اللي بتستعملوها عموما بتدرايف على الويب سايت، هتمونيتور الجزء اللي فوق ده وهتبتدوا تشوفوا ان اللي بيحصل انه هتلاقوا ان المصدر اللي انت جاي منه بيماتش الكلمه دي. هتلاقي ان هو لو جاي من النيوزليتر هتلاقي مكتوب في اليو ار ال في الحته دي مكتوب ان انت جاي من نيوزليتر او جاي من الايميل، لو جاي من الفيسبوك هتلاقي كاتب لك جاي من الفيسبوك، لان ده خلاص دي الطريقه اللي هو بيعمل بيها بري ديفايننج للترافيك بتاعه جاي منين بالظبط. وانس ان انا عملت الكلام ده انا عرفت ان الراجل ده غالبا هو عمال يشتري ترافيك من كل الناس. فايه اللي هيحصل؟ خلاص بدخل بكونتاكت مع الناس دي بشكل مباشر. يعني هدخل هشوف الكونتاكت فورم بتاع الناس دي واشوف الكونتنت اللي موجوده، الكونتاكت الفورم اللي عندهم. يا جماعه انا شفت ان انتوا شغالين في الموديل ده واحنا عندنا نقدر نكون ببلشرز معاكم، بان احنا نقدر ندرايف ترافيك بكواليتي معين ديموغرافيك معين. ابتدي اشرح له انا الترافيك بتاعي جاي من دوله معينه، عندي من امريكا واستراليا وكندا وانجلترا، عندي ستات من فوق 35 سنه، عندي ناس انترستد في نشاط كذا نشاط كذا. كل التفاصيل اللي الراجل كراجل هياخد المعلومات دي ويوظفها الناحيه الثانيه في ان هو يترجم الكلام ده، لان الكلام ده كله قابل للقياس. يعني الموضوع احنا مش بنتكلم فيه كوجهات نظر، بنتكلم في حته الكلام ده هيتاخد هو هياخده يضربه عنده في الكالكوليتر ويقول للاودينس اللي من النوعيه الفلانيه ده سعره في السوق كذا، ويرجع لك انت بالديل يقول لك اه اوكي طب انا بالنسبه لي انا الترافيك ده مناسب او مش مناسب، ولو مناسب فدمنا ابو كذا، الترافيك ده من الار بي ام ابو ثلاثه تمام تمام، او هنشتغل ريفينيو شير مع بعض بان انت هتاخد 60% وانا هاخد 40%، ونتست بعض مع بعض مثلا نشتغل مع بعض اسبوع نشوف النتائج، وبناء على الارقام اللي هتطلع لك على الداشبورد نشوف بعد كده احنا مكملين ولا لا. وانس ان انا عملت الكلام ده فاضل خطوه بسيطه، ببتدي اخد التايتل بتاع الارتكل نفسها وبسيرش عليه اشوف الكونتنت ده موجود فين تاني. لو لقيت الكونتنت ده موجود في حته تانيه معنى كده على بيجز في الفيسبوك، لان انا ما هسيرش في جوجل هيجيب لي الاندكسد بيجز اللي موجوده على الفيسبوك اللي هتقول لي ان الكونتنت ده موجود على البيج اللي اسمها كذا في بوست وعلى البيج اللي اسمها كذا في بوست او
ده الكلام ده لو جوجل. طب لو مش هستعمل جوجل هستعمل فان بيج كارما او باس سومو عشان او تحديدا باس سومو يعني عشان خاطر نشوف الموضوع ده نزل فين، مين اشتغل باس سومو. تمام، اللي ما اشتغلش بقى يدخل يعمل فري ترايل ويفهم اللي احنا بنتكلم فيه ده. الباس سومو بيوفر ان انا اقدر امشي ورا الكونتنت واشوف هو موجود فين وحجم الانجيجمنت عليه عامل ازاي، اتشير كام مره، فين، تفاصيل كتير جدا يعني مش هينفع نتكلم فيها، بس هي كانت مذكوره في السيشن اللي فاتت. لما هاخد التايتل ده وهبتدي اسيرش عليه الناس هتلاقيهم مثلا الكونتنت ده نازل على 20 او 30 صفحه تانيين، فهفهم ان خلاص الناس دي اوريدي اصلا شغالين مع نفس الويب سايت ده ان هم بيبيعوا له ترافيك. فده بياكد لي معلومه ان الراجل ده بيكسب عن طريق ان هو بيوفر كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها من كام سلايد اللي فاتوا مقابل ان انا اجنريت ترافيك انا او انا ساهم في ان انا ادي له شويه ترافيك كويسين من اللي عندي، وبالتالي يبقى احنا بنسبلت الموضوع وين وين زي ما احنا بنقول. بس وانس ان انا عملت الموضوع ده احنا كده خلاص عرفنا الناس دي ابروتش الناس اللي في الحته بتاعتي في الاندستري اللي انا شغال فيها ايا كانت هي ايه، وبالتالي اتواصل معاهم بشكل مباشر. ما تبصش على شكل الويب سايت، ما تحسش ان الويب سايت ده كويس او مش كويس، وحش او عاجبك او مش عاجبك. انت كل اللي هيشغل بالك في الموضوع ده ان انت تشوف هل هو شغال بيو تي امز وشغال في السيناريو اللي احنا بنتكلم فيه ده من مالتيبل سورسز. انا عايز برضو اديكم مثال تاني اللي احنا ممكن مثلا بس عشان ما نتشتتش خلينا ممكن نشوف هنا. هنا دلوقتي هو بيبعت ترافيك على الويب سايت بتاعه، لا على شيربلي، اسف، شايفين الدومين ده دومين تاني اصلا غير اللي كنا بنتكلم فيه. فمعنى كده ان البيج دي عندها اكتر من ديل مع اكتر من نتورك شغاله معاهم في نفس الوقت، وكل نتورك ليها ديل مختلف. الديل اللي شغالين مع الناس ديت هيكون ممكن يكون ليه رقم معين على ار بي ام، الديل بتاعت الويب سايت التاني ليها رقم تاني خالص، وبيبتدي هو يشتغل بان هو يشير الكونتنت ده هنا ويشير الكونتنت ده. بصوا اليو تي ام فوق هتلاقوا ان اليو تي ام برده بقى ايه، يو تي ام ميديوم فيسبوك كامبين، والسورس مكتوب ايه، اس اتش ار دي، ده شورت كات لكلمه شيربلي. تمام، بس خلاص احنا عرفنا هنابروتش الناس ازاي. نبتدي ندخل بعد كده في المرحله اللي بعد منها ان احنا نرجع هنا بتاع. تمام، ان احنا ندخل في تفاصيل الديل، ان احنا هنتفق على حاجه اسمها ريفينيو شير موديل او موديول، ان احنا هنقول للناس احنا هناخد كام في الميك اب برسنتج وانتوا هتاخدوا كام. وطالما دي اول تجربه ليكم فانتوا ما عندكوش الايدج ان انتوا تتكلموا مع الناس تقولوا لهم انتوا هتاخدوا كام، انا هاخد كام، انت تسمع منه في اول تجربه وما تقولش حاجه من الحاجات اللي عندك اللي هو لا انا عايز اخد 70. طب انت اللي عرفك ان انت هتاخد 70؟ طب ما ممكن 70 دي اصلا تكون خساره بالنسبه لك. ما انت ممكن لما تقول له 70 وانت حاسس ان 70 دي كتير ممكن يكون الترافيك بتاعك ككواليتي يستاهل ان انت تاخد 80. فما ينفعش تايفالويت تبري ايفالويت الحاجه بتاعتك من غير تيست، وبالتالي انت هتسمع منه تقول له انتوا شغالين ازاي، هيقول لك احنا شغالين كذا 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 والشير بتاعك هيبقى كذا. وطبعا مش هيقول لك الكلام ده لما تبعت له الديموغرافيك الاول، تبعت له الناس اللي عندك عدد الناس. انا هوريكم مثال دلوقتي. ثم بعد كده يقول لك خلاص تمام، هل انتوا شغالين ريفينيو شير ولا شغالين فيكسد ار بي ام؟ فيكسد ار بي ام يعني احنا الناس دي هتتفق معاك انه هتبعت كام ترافيك هتاخد قصاده كام. بعت 1000 هتاخد $7، بعت 10000 هتاخد 70، بعت 100000 هتاخد 700. خلاص، فبالتالي انا عندي الحسابات سهله جدا وبسيطه، هضرب الرقم ده في الرقم ده عرفت انا هكسب كام، فعرفت انا هدرايف ترافيك حجمه قد ايه عشان خاطر في المقابله جنريت انكم عامل ازاي. بس فده الشكلين بتوع شكل الديل. وهندخل في مثال دلوقتي عملي فعليا لحاجه من الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها مع الناس. هنا ده كده شكل ديل، شكل ديل يوم 1 سبتمبر اللي فات. ايمن بعد ايميل الناس بيقول له I'm responsible for a partnership and a new deal at Blooms, a company that owns several social assets experienced in driving premium social traffic to different networks. It owns or to our partner's website that has partnership deals with Blooms. The vast majority of our audience are US women, followed by CL, Canada, UK, and Australia. The traffic is usually comes from the mobile devices, then tablets and desktops. We are ongoing search وهكذا لغايه اخر رساله for a better deals عشان ناخد partnerships وهكذا. نبتدي نتكلم مع الناس نقول لهم احنا مين، احنا شركه وانا البريزنتر بتاعها، والشركه دي بتقدم traffic بكواليتي بحاجات معينه، الناس من دول معينه، نوعهم كذا، اعمارهم كذا، وبالتالي انا اقدر ابعت لك traffic بالاماونت ده في خلال الشهر، ايه الديل اللي عندك؟ نرد
My name is Gabe. I manage كذا 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 كذا. I want to thank you كذا 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 كذا. وبعدين we operate in 80-20 revenue split. هنا. فده شكل الديل. الراجل قال له بشكل مباشر أنا عندي 80-20. موافق. بيزد على إيه؟ بيزد على التفاصيل اللي فوق. على الكلام اللي اتقال فوق. خلاص أنت عندك ستات من أمريكا وكندا وأستراليا وإنجلترا في مجال معين. أنا بالنسبة لي الناس ديت أنا عارف إزاي أطلع منهم فلوس. فخلاص 80-20 بالنسبة لي كسبانة. تمام 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 كذا. Thank you for مش عارف ايه. We are certainly welcome to test the show. مش عارف how premium our traffic is. 28 is nice and I'd like to confirm that you offer multiple UTMs for partners. ان انت لازم توفر لي UTMs. دي ليه مهمة؟ ليه نذكر جزء ايه زي دي انها حاجة مهمة؟ لو انت لو احنا هنا مثلا عندنا 10 او 20 او 30 مصدر ترافيك. فالناس هنا اللي انا لاحظته يعني وده من الحاجات اللي هي الشغل اللي برضو يدل يعني على ان الدنيا ماشيه يعني ما فيهاش منهج. ان الناس بيقول لك انا عندي هعمل لك اعلان على عندي 20 مليون فان على الفيسبوك. فين؟ متقسمين على حوالي 20 صفحه او 15 صفحه او صفحتين او ايا كان. طيب توعدني بايه؟ هتديني ايه في ال 20 مليون دول؟ هتديني 20 مليون؟ مش هيحصل. طب هتديني مليون؟ طب هتديني كام زياره؟ ما اعرفش والله. احنا هنحط الحاجه وربنا بقى يكرم ان شاء الله يعني. ف ده ما بيمشيش كده بره. بره الموضوع بيبقى ماشي اللي هو انا عندي ترافيك سورسز وعايز اشوف كل واحد فيهم مش بحجمه، انا عايز اشوف كل واحد فيهم البرفورمانس بتاعه عامل ازاي. فببتدي ازرع اليو تي امز بتاعتي زي ما اتكلمنا في اليو ار الز فوق، وابتدي اميجر كل واحد فيهم. عندي 10 مصادر ترافيك، 10 بيجز، كل واحد فيهم تفاوت حاجه 100,000، حاجه 200,000، حاجه نص مليون، حاجه مليون، ايا كان الارقام ديت قابله للزياده والنقصان. مش لازم تحسوا انها ارقام كبيره، عشان الارقام اللي احنا بنتكلم فيها ديت تقدر كل الناس تقدر تحققها. احنا ما بنتكلمش على حاجه يعني مستحيله، احنا بنتكلم على حاجه بتيجي يعني بتدريج. وبنبتدي مع الناس على فكره عشان تبقوا فاهمين، مش لازم اروح له بكام مليون عشان بس ما تصعبوش الدنيا على نفسكم وتبتدوا تفكروا وهو انا حجم ايه دلوقتي عشان اروح اتكلم معاه واقول له انا عايز منك ديل عشان ابعت لك ترافيك. ده انا كل الناس اللي عندي قد كده. ساعتها لازم تبتدوا توظفوا كل المعلومات اللي انتوا خدتوها. حسام اتكلم معاكم في البيت ترافيك، انا اتكلمت معاكم في دي، حد تاني اتكلم في اس اي او، حد تاني راح رابع اتكلم في كذا. اس اي او مش ابليكابل هنا عشان خاطر اس اي او لازم هتروح على الويب سايت بتاعك وبالتالي مش هتعرف تستخدمها في السيناريو ده. لكن اللي هنتكلم فيه هنا انت ازاي تودي ترافيك مكان ما انت عايز. فانت عندك مصادر ترافيك تقدر توظفها وتقدر تميجر كل ترافيك سورس من الناس ديت البرفورمانس بتاعه عامل ازاي. وبالتالي لما تستعمل اليو تي امز في اليو ار الز هيبقى عندك بكره، لما تشتغل فيها النهارده هيبقى عندك بكره ارقام بتقول لك صادمه بقى. هتبتدي تستوعب ان الاسيتس اللي عندك مش زي ما انت فاهم، ان انت البيجز اللي انت فرحان بيها دي نصها ضايع وفي صفحه صغيره انت مش مهتم بيها فيها 100,000 او 50,000 بتبرفورم في الترافيك احسن بكتير قوي من الحاجات الكبيره. تمام. نبتدي نتكلم بقى في ان ده رجوعا للجزئيه بتاعه الاودينس واختيارهم ازاي والكلام ده كله. خلاص الديل بدأ 1 سبتمبر وخلص 1 سبتمبر، خدنا منه الديل في نفس اليوم واشتغلنا وخلاص طلعنا ارقام. وبعد كده بدأنا نيجوشيت على مستوى مختلف ان احنا عايزين نغير الارقام دي بقى عشان احنا لنا دلوقتي عندكم هيستوري محترم وبنعرف ومش عارف ايه. فتبتدي تلاقي نفسك في تشانل مفتوحه بينك وبين الناس، ده مش موجود في ادسنس. مش هتلاقي التشانل دي مفتوحه ومش هتعرف تعمل الكلام ده لو مش هتعرف تنيجوشيت. وعشان انت تنيجوشيت دي مش حاجه مستحيله. عشان كده نفس الكلام اللي قلته السنه اللي فاتت، معكش لغه انت بره الاندستري دي خالص، معكش انجليش كويس، ما مش هتعرف تعمل الكلام ده. مش عشان خاطر انت راجل مش ذكي ولا مش شاطر، عشان انت مش عارف تتواصل مع اللي قدامك، هو مش فاهمك اصلا. وبعدين انت بتقول له كلام هو حاسس ان انت باكستاني، انت عمال تقول له كلام ما فيش جمله صح، ما فيش تركيبه جمله على بعضها صح، هو مش عارف يمسك انت عايز تقول له ايه. فانت لازم تكون انت متمكن من اللي انت بتقوله على مستوى، والمستوى الثاني انت لازم كمان تكون بتتكلم معاه بالشكل المقنع. والشكل المقنع ليه مستويين، مستوى من تعرف تتكلم على مستوى اللغه نفسها، ومستوى الثاني ان انت اوير بالترمينولوجي اللي احنا بنتكلم بيه وبالحاجات اللي بتستخدمها كمصطلحات جوه الشغل. وبالتالي لما يقول لك ار بي ام 3، ليه يا عم ليه 3؟ ده انا شغال بخمسه وبسته وبسبعه على نفس الترافيك ده. يبقى معنى كده ان الديل ده بالنسبه لي مش مناسب، هبتدي اشوف ديل ثاني. وانس ان احنا عملنا التفاصيل اللي احنا فيها دلوقتي وصلنا للمرحله دي، هنبتدي نتكلم على ان احنا استخدام التولز كمان بيش كارما او باس سومو عشان ناخد فكره عن الكونتنت اللي هنستعمله من النتوركس ديت، هل هو مناسب ولا لا. وانس ان احنا خلاص خلصنا الديل وخلصنا كل حاجه وبقى عندي دلوقتي بارتنر شيب والراجل عمل لي يوزر نيم وباسورد ودخلني اداني باك اند او اداني حاجه زي اكسس على حاجه زي شبيهه للادسنس،
برضو فيها نفس التفاصيل او تفاصيل مشابهه، انت على الاقل محتاج التفاصيل الاساسيه. هتدخل تلاقي الاكونت معمول باسمك وفي التفاصيل بتاعتك وفي كل حاجه، وعدت ترافيك قد ايه وكسبت كام وكل الكلام ده كله. تبتدي قبل ما تبتدي بقى تفرد صدرك قوي وتبتدي تبعت كل الترافيك اللي عندك على مصدر واحد، لازم الاول تاخد كلو، فكره عن الكونتنت بتاع النتورك ديت اخباره ايه من ناحيه استقبال الناس ليه. الخطوه دي تقدر تنكلودها في الخطوه اللي فاتت او تقدر تستعملها دلوقتي، دي حاجه بتاعتك. هتبتدي تستعمل فان بيج كارما او باس سومو بان انت تجيب الهيستوري بتاعه الويب سايت ده. خلينا نركز اكتر على باس سومو. هتشوف الكونتنت ده لما نزل على الصفحه الفلانيه، لما خدت انت دخلت على الويب سايت خلاص وقال لك احنا هنبعت ترافيك، انت ممكن تديل مع نتورك اسمها اكس واي زد وتقول لك ابعت لي ترافيك على ويب سايت اسمه 123، مالهاش علاقه. هو ممكن تكون نتورك وبيون ويب سايتس مختلفه، وهو بيقول لك ابعت لي النهارده عايز ترافيك، بس هو يعني غالبا ما بيبقاش عنده 20 ويب سايت، هو ممكن يكون عنده ويب سايت او اثنين هو اللي مركز عليهم عشان هو عايز يكبر الويب سايتس دي. فهتلاقيه مثلا بيقول لك خد الكونتنت بتاع الويب سايت ده، انت تاخد العينه سامبل من الويب سايت، هتاخد الكونتنت ده وتحطه على باس سومو وتشوف الانجيجمنت ريت، تشوف الناس بتكليك ولا لا، الناس بتشير، الناس بتلايك، الناس الناس بتتفاعل مع نوعيه الكونتنت دي ازاي. بعد ما خلصنا المرحله دي انا بقى عندي تصور لاستقبال الناس للكونتنت ده هيبقى عامل ازاي على الاسيتس بتاعتي، طالما ان انا عارف ان الناس ديت شبيهه للناس اللي عندي. وده مش هيكون قرار نهائي، دي حاجه هتبقى تسمح لي ان انا بس ابتدي التجربه، وبعد اسبوع او اسبوعين او ثلاثه هيبقى عندي ارقام قدرت اطلعها احطها قدامي زي ما هنشوف كمان شويه دلوقتي، واخد الكلام ده واحطه قدامي واشوف انا كده كسبان ولا خسران. لان ايفن ده اللي لازم برضو الناس تكون فاهماه، ايفن لو بتجنريت فلوس انت ممكن تكون خسران. ايفن لو انت عندك في الداشبورد عامل ونفترض على سكيل ضخم بقى، لو انت عامل في اليوم $500 في اليوم انت ممكن تكون خسران، لان انت مش عارف اصلا انت خدت القيمه اللي انت المفروض تاخدها من حجم الترافيك بتاعك، ولا هو ادالك حاجه تانية مش من عندي. وبالتالي احنا بنتكلم دلوقتي في ان الجزئيه بتاعه الايفالويشن بتاع الترافيك نفسه لازم تكون بيزد على تيست، ولازم تكون ان انت هتاخد الناس دي، هتاخد المعلومات دي عشان تشتغل على ازاي تاناليسز الحته دي وتركز عليها، ثم بعد كده خلاص الديل ده كسبان وخلاص هكمل فيه، او الديل ده بالنسبه لي حلو بيطلع فلوس بس في نفس الوقت انا ممكن اديل مع حد تاني بنفس حجم الترافيك دوت يديني 50% زياده او 20% زياده. هتوصل امتى بقى لمرحله ان انت تفاضل؟ لما تكون بتشتغل مع اكتر من نتورك وبتعمل الاناليسز اللي بنتكلم فيها. عشان احنا معانا 15 دقيقه فهنحتاج نسكيب شويه حاجات، او مش نسكيب عشان نتكلم في تفاصيل كتير. دلوقتي احنا هنا نتكلم على انا ازاي هختار نتورك. الشيتس اللي قدامكم دي مبنيه على، او بمعنى صح دي معموله علشان اسباب كتيره. السبب اللي هنستعملها فيها هنا ازاي اختار النتورك المناسبه للمصدر بتاع الترافيك المناسب. هتلاقوا ان احنا عندنا هنا فوق الترافيك سورسز ليستد في الجزء بصوا على الجزء الفوقاني بس، ترافيك سورسز والبارتنرز. البربل ده دي بارتنرز، بارتنر 1 2 3 4 لغايه 6، والناحيه دي الترافيك سورسز، فيسبوك 1 انستغرام 6 وات ايفر، كل الحاجات دي كلها كل واحده فيهم بتمثل مصدر ترافيك مختلف. اللي بيحصل هنا ان انا ببتدي الديل مع البارتنر ده ولنفترض يوم واحد في الشهر، وعندي دلوقتي معلومات وانس ان انا اشتغلت طلعت التولز بتاعتي بدات اسجل. اول حاجه سجلتها ان انا عندي السي تي ار، خلينا زوم ان اكتر. واضحه؟ تمام. بدا يظهر عندي ان انا الكونتنت بتاع النتورك الفلانيه لما نزلته على الصفحه الفلانيه كان السي تي ار بتاعه 2، فسجلته عندي في الخانه دي. وبعدين لقيت ان انا من الكونتنت بتاع نفس المصدر ده على الصفحه، على نفس الصفحه كان الار بي ام بتاعه 4. الاي بي ال دي مفيش حاجه اسمها بي ال، الاي بي ال دي يعني نقدر نقول ان انا يعني هي ليها حاجه ثانيه اسمها اي بي اس بس مش هي. الاي بي ال ده مصطلح احنا بنستعمله عندنا في الشركه عشان نقول عليه ايرننج بير لينك. طالما انا ببعت كونتنت من سوشيال نتوركس
فانا بشير كونتنت للناس، فانا عندي المتريك بتاعي او الحاجه اللي بتحدد لي انا كسبان هي ايه، هي عدد اللينكات اللي بتنزل. فانا عندي عايز اعرف كل لينك منهم انا بكسب منه كام. فبالتالي الاي بي ال ده هو عباره عن عدد الايرننج اللي انا عملته مثلا في الفتره الفلانيه 24 ساعه مقسوم على عدد اللينكات اللي نزلت. مفهومه؟ نزلت 10 لينكات عملوا لي $20، يبقى الايرننج بتاعي، يبقى الاي بي ال بتاعي كام؟ 2. عملت $20 من 10 لينكات، بمعنى كده ان كل لينك عمل $2. وبالتالي انا عرفت ان انا سجلت عندي هنا الاي بي ال بتاعي. بس طبعا في المثال ده هو هنا كان 4.43. كم لينك نزلتهم؟ 14. كسبت كام؟ 62. لما اكسب، لما اقسم 62 على 14 تديني ال 4.34. مفهوم؟ فانا عرفت ان اللينك اللي انا اخدته من النتورك الفلانيه نزلته على المصدر بتاعي، من على مصدر الترافيك بتاعي اللي هو نفترض في الحاله دي البيج اللي بتاعت الفيسبوك رقم واحد، عمل لي الارقام دي اي بي ال، ار بي ام، وسي تي ار. كررت كل الكلام ده لنفس البارتنر على الترافيك سورسز الثانيه، على الصفحه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، على انستغرام، على جوجل بلس، على كل ما املكه من ترافيك سورسز. بقى عندي لسته بالمنظر ده، بدات الون الكلام ده بيزد على البرفورمانس. كل ما هو احمر فهو أسوأ حاجه ممكنه بالنسبه لي ومحتاجه تتحسن. كل ما انا شايف ان انا عندي سي تي ار احمر فمعنى كده انا عندي كارثه في السي تي ار. عارفين السي تي ار؟ تمام. كل ما هو احمر فمحتاج ان انا امبروفه. معنى ان انا امبروف السي تي ار على خلينا برضو الاول نكمل، سوري، الار بي ام عندي هنا 13 والاي بي ال 4. بدات انا ارتب عندي من 1 ل 2 مثلا لون احمر، من 3 لونها اصفر، 4 لونها اورنج، 5 في السيف سايد لونها اخضر، لونها ازرق، لونها ازرق، 5 و6 لونها ازرق، اخضر غامق من فوق 6 7 و8 و9 فوق الكلام ده اخضر فاتح، وده مش هتلاقوه كتير اللي هو في العمود ده مثلا. الاخضر الفاتح هو احسن اداء موجود عندي خلاص. فانا كده حولت المعلومات اللي انا عمال الم فيها لحاجه فيجوال عينيا تقدر تترجمها بسهوله من غير ما اضطر ان انا عينيا تقعد تسكان الشيت كل يوم عشان خاطر اعرف المشكله فين. وانسى ان انا عملت الكلام ده، انا بقى عندي دلوقتي واضح ان انا المصدر الاولاني بيعمل لي في الاي بي ال بتاعي. انا خلاص بقى دلوقتي مركز ان انا احلل بيزد على النقطه بتاعه الاي بي ال. انا عندي اي بي ال هنا 4 وهنا 5 وهنا 2 وهنا كذا 1.6 خلاص. فانا لما ثبتت العنصر ده كعنصر ان انا هبتدي اركز على ان انا اوبتمايز، عرفت ان انا احسن حاجه من الحاجات دي كلها الحاجات اللي لونها اخضر اللي هي المصدر ترافيك رقم 2 و3. طب ايه المقابل ليه قصاده الناحيه الثانيه؟ الار بي ام بتاعه عالي صح. انا عندي بتكلم في 13 بس عندي كارثه في السي تي ار. انا بتكلم هنا على رقم 2، رقم يعني انستغرام 6 وانستغرام 4 اللي هما الخانه رقم 2 والخانه رقم 3. ليه اخترت الخانتين دول؟ عشان انا بدات التحليل بتاعي في الاي بي ال، واحسن حاجه في الاي بي ال عندي هي رقم 2 و3 اللي هما لونهم اخضر. بناء عليه انا قلت ان انا عندي مشكله هنا في السي تي ار محتاج اعالجها. ليه اعالجها؟ عشان انا لو قدرت اظبط السي تي ار بتاعي على المعدل بتاع الارباح اللي بكسبه من كل لينك، معنى كده ان نفس حجم الترافيك، نفس الناس اللي عندي هكسب منهم الضعف او الضعفين او الثلاثه. لو انا الاسيتس ديت بتبعت 1000، حسنت السي تي ار نقلته من 1.5 ل 3 يعني الضعف، ده معناه ان الايرننجز اللي انا عملتها لقصاد ده 2107 هتبقى 4200. منطقي؟ وبالتالي انا هنا فهمت ان انا من النقطه ديت بقى عندي قرار انا محتاج اخده. عشان كده بقول ان الاناليسز هي اللي بتصنع قرارات، مش انا اللي بصنع قرارات. قرايتي للارقام ديت عرفتني ان انا عندي مشكله في الترافيك سورس اللي هو رقم 3، ان السي تي ار بتاعه ضعيف. فانا لازم افهم، انا لازم احلل الموضوع ليه السي تي ار ضعيف، عشان ممكن يكون الكونتنت اصلا irrelevant بالنسبه للناس مش عايزينه. وبالتالي هنا نبتدي ننفي النظريه بتاعت الناس اللي بتبتدي تجيب الكونتنت وترزعه على كل الايه، كل الاسيتس. انا هجيب الارتكل دي وهشيرها على كل البيجز. طب الناس اللي هنا هم اللي هنا هيستقبلوا ده بنفس جوه؟ انا هعرف الكلام ده ازاي؟ هحوله ازاي لارقام؟ او بمعنى صح، هعرف الكلام ده ازاي؟ ان انا احوله الارقام الاول، ثم بعد كده قرايتي للارقام ديت خلاص هي اللي بتاخد القرارات. فانا عرفت ان انا عندي مشكله في السي تي ار هنا ولازم عليكها. اول حاجه لازم امبروف بقى، ابتدي اشوف التايتل بتاع الكونتنت اخباره ايه، كويس ولا وحش، سي تي اي كول تو اكشن، هل انا عندي كول تو اكشن مناسب ولا لا، هل انا عندي ديسكريبشن مناسب في التايب في البوست اللي متشير ولا لا، هل الصوره مناسبه ولا لا. كل ما هي ماتريكس ينفع الواحد يعمل يعني اوبتمايز عليها ويغيرها ويحسنها لغايه ما يوصل لمرحله ان الرقم ده
يتنقل بعد كده ان هو يبقى 3 4 5. وانس ان انا خرجت من الخانه الصفراء او الحمراء بالنسبه لي معنى كده ان انا دخلت في السيف سايد بالنسبه للبرفورمانس بتاع الكونتنت على المستوى بتاع السي تي ار. ثم ابتدي بعد كده اتكلم على الار بي ام لو في مشاكل، ثم بعد كده اتكلم على الاي بي ال، وبالتالي هتلاقوا ان نفس مصدر الترافيك اللي هو بنفس الحجم وما كبرش هو هو بنفس الكونتنت اللي موجود بشويه اوبتمايزيشن هيتعمل، هتلاقوا ان الدنيا الارقام بتزيد. انت ما بتصرفش زياده، انت بنفس اللي بتصرفه كبادجت اعلانات هي هي. انت الكونتنت اللي بتقدمه كل الفكره انت بتميكس اند ماتش، تاخد الكونتنت ده من هنا بيبرفورم كويس هنا، هاخده من هنا واحطه هناك. بيزد على ايه؟ على قرايه الكلام ده كله. كل العناصر اللي احنا قلناها دي ينقصها حاجتين، الافيلابيلتي والرينك ريتش. الافيلابيلتي بتاعت الكونتنت لازم اصنف الافيلابيلتي بتاعت النتوركس. في نتورك بتبعت لي موضوعين، في نتورك ثانيه بتبعت لي 20 موضوع في اليوم، يبقى الافيلابيلتي لازم تكون متصنفه. النتورك رقم النتورك اللي بتبعت لي رقم 20 موضوع في اليوم دي تتحط بلون اخضر. النتورك اللي معموله بالنسبه لي مثلا بتبعت لي موضوعين، فهتلاقي الافيلابيلتي بتاعتها اقل شويه، هتلاقيها في الاخر في السلايد في السكرول هنا. واللينك ريتش كل دومين في دومين ليه اوثوريتي، هتلاقي ان الريتش بتاعه اخضر، معنى كده ان انا عارف ان البوست اللي هينزل الافريج ريتش بتاعه بيتراوح من كذا لكذا. لكن النتورك الثانيه اللي اصلا غالبا هتلاقي ارقامها ممكن تكون كويسه جدا بس في نفس الوقت الريتش بتاعها ضعيف، فده هيتطلب مني ان انا بدل ما انزل لينكين عشان خاطر اكسب منهم 10 دولار او موضوعين عشان اكسب منهم 10 دولار، لا انا محتاج انزل 20 موضوع، وعشان انزل 20 موضوع دول هياخد من الشير بتاعت بقيه المواضيع، وبالتالي انا خلاص استهلكت المساحه المتاحه بالنسبه لي عشان ما انقلش الموضوع لمرحله سبام. ما انا مش هشتغل على صفحات اجدول كل دقيقه، انا في النهايه عندي عدد معين من المواضيع لازم انزلها، وما ينفعش ازعج الناس لدرجه ان انا افضل انزل كونتنت كتير لدرجه الناس تبتدي تانلايك. ما هو برضو من ضمن الهوم ورك اللي احنا بنعمله واحنا شغالين ان احنا نمونيتور الناس بتستقبل اللي احنا بنعمله عامل ازاي، هل بيعملوا لايك انلايك شير، بيبعت لي ريبورتس، بيبعت لي على الانبوكس، بيقول لي شيل الكونتنت ده. كل الحاجات دي كلها لما براجعها ببتدي اشوف وابتدي اكومينيكيت مع الناس ليه عايز امسحه، ليه اصله يعني في حاجات مشاهد مؤذيه بالنسبه لي، حاجه بتموت مثلا، حد حصل له حاجه ايا كان، حادثه، انا كنت ده بالنسبه لي مش مناسب. طيب اوكي خلاص هنريموف الكونتنت، ولازم ريسبوند. الناس اللي بتتجاهل وفاهمين ان هم لامين الناس في اوضه وعمالين نازلين فيهم ضرب دول مش بزنس، لازم ريسبوند، لازم ريسبوند للناس، لازم تاخد الناس دي وتبتدي تشتغل معاهم. ايه المشكله اللي عندك كذا؟ اوكي خلاص ساتسفايد تمام. هتلاقيه هو بيريكومند الحاجات اللي انتوا فاهمين ان احنا بنتكلم فيها ككلام بسيط ده، هي دي اللي بتجرو الاسيتس، هي دي اللي بتكبر الاسيتس بتاعتك وبتخلي في لويالتي للحاجات اللي انت بتشتغل عليها. خلاص خلصنا الجزئيه بتاعه الافيلابيلتي والريتش، ابتدي بقى اعمل المعادله بتاعتي. انا عندي من الموضوع ده، عندي من النتورك رقم واحد او البارتنر رقم واحد كميه قد كده، وعندي خلاص عرفت اوبتمايز الدنيا ك اي بي ال وك ار بي ام وسي تي ار، ابتدي اشوف الدنيا بيفور وافتر. نفس اللي انتوا شايفينه ده، لو شايفين هنا هتبتدوا تلاقوا ان الدنيا بدات تخضر. خلاص بدانا من اللي احنا عملناه فوق، الخانات اللي كانت حمراء فوق واصفر بدات تقل وتدخل في الجرين اريا وفي البلو اريا. خلاص بدات الاوبتمايزيشن بروسيس اللي انا بعملها، ودي بتتعمل ديلي، يعني دي اون جوينج بروسيس بتعملها ديلي. تقعد انت والتيم بتاعك وتشوف الدنيا ماشيه ازاي، ثم بعد كده تبتدي ايه، لا الارقام ديت حسننا كذا، اللي انا عملته ده ترجم في الحته الفلانيه انه اتغير بقى طلعنا، لا والقرار اللي احنا اخذناه في الحته الثانيه ديت اثر فالدنيا نزلت، لا رجع لي اللي احنا كنا بنعمله في الاول، وهكذا. فهتلاقوا ان صنع القرارات في الجزئيه بتاعت الببلشنج، لان الببلشنج برضو فيها قرار بناء على التفاصيل دي، بقى قرار منطقي قادر تاخده بسهوله وما انتش حاسس ان هو حاجه مستحيله، وبعدين ما ينفعش حد يجي من التيم بتاعك يختلف معاك فيه بناء على القرايات ديت، ما ينفعش، دي خلاص تحولت الموضوع لرياضه. طالما تحول الارقام مش هينفع نختلف في الرياضه، مش هينفع نختلف على ان 2 في 2 ب 4، احنا ممكن نختلف في وجهات نظر بس مش هينفع نختلف في الكلام ده. فخلاص بقى عندك بلان شغال عليها للببلشنج وعارف انت شغال ازاي. بس وانت بتعمل الكلام ده هتلاقي نفسك الهوم ورك اللي بتعمله فوق بيرفلكت في الفيوتشر بلان بتاعتك، ان انت هتببلش امتى وهتببلش ازاي. حجم التغيرات اللي انت عملتها فوق هتحدد لك ان انت من اللي انت عملته فوق البيست براكتس اللي حقق معاك احسن نتائج هو ان انت من النتورك الفلانيه هتنزل 6 لينكات بس، مش هتنزل 7، مش هتنزل 7 عشان 7 خسرانه، لكن هتنزل 6 عشان كسبان. والنتورك الثانيه لا انت محتاج تديها سبيس اكتر، ليه؟ عشان انت قدرت اوبتمايز فوق لغايه ما توصل لمرحله ان انت تجيب احسن سعر او احسن سي تي ار مع احسن ارباح ممكن تكسبها من لينك واحد، وبالتالي بقى انت المكسب بتاعك في ان انت تزود من النتورك دي.
والريتش بتاع هتبتدي بقى تماتش كل الحاجات، تشوف على الريتش وتشوف على الافيلابيليتي والاي بي ال والسي بي ام والار بي ام. وانس انت عملت اوبتمايزيشن لبارتنر واحد عندك بس، لقيت الدنيا عندك بترفلكت ان انت بتاخد قرار ان هو ده اللي هتشتغل عليه. تمام، دي احنا اوريدي خلاص شرحناها. انت ازاي بقى لا سوري set your monthly target using fanpage karma and excel sheets. الاكسل شيتس اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه، خلاص بناء على التفاصيل دي انا عرفت ان انا مش محتاج عشان اكسب $1,000 ابلش 1000 لينك. انا عرفت ان انا بناء على الاوبتمايزيشن بروسيس انا محتاج ابلش 25 لينك عشان عندي اي بي ال مثلا. مثلا بدي ارقام افتراضيه. بناء على البلان دي انا خلاص عرفت ان انا لو ببلشت ال 25 هيعملوا لي 1000، ولو ببلشت 50 هيعملوا لي 2000. الموضوع خلاص بقت رياضه، انا هببلش كام عشان احط التارجت. هحط التارجت بناء على السبوتس اللي متاحه عندي. عندي صفحه بينزل عليها 10 لينكات 20 30 ايا كان العدد السبيس اللي متاح عندي، السلوتس اللي موجوده بناء عليها الاي بي ال بتاع كل واحده فيهم. الناس متابعه ولا في حد فصل؟ تمام. بناء على المساحات المتاحه بالنسبه لي عشان ابوست الكونتنت ده هعرف احدد التارجت بتاعي هيبقى عامل ازاي. بس وبناء عليه ابتدي احط الخريطه زي ما انتم شايفينها كده هنا. ده برده بيفور وافتر، ده بيفور. هبتدي اشوف الايام بالنسبه للساعات، انا هنزل كام بوست في ساعة كام يوم ايه، وابتدي اشوف البرفورمانس بتاعه بناء على شكل الدايره. الدايره الصغيره الخضراء هي احسن سيناريو، هي عباره عن اقل عدد لينكات باعلى عدد ريتش، باعلى ريتش اسف. وبالتالي لما انزل لينك يوم الخميس في الساعه دي، طبعا مع فرق التوقيت في الساعه دي هيبرفورم. طبعا الكلام ده هيتكرر اسبوع في الثاني في الثالث، فهيبقى عندك فاكتس، فهتعرف لما تتكلم تقول ان انا يوم الخميس مثلا الساعة 10 احسن وقت مناسب ان انا احط الكونتنت ده. طب ممكن نسقف محمد بس عشان هو تعب. وصلنا ان احنا خلاص عرفنا الساعة المناسبة وعدد اللينكات اللي هنزلها، وعرفت احسن وقت ممكن انزل فيه كونتنت، بقت عندي الخريطة دي. مطلوب مني ان انا احولها للمنظر ده، ان انا ابتدي اقلل اقل عدد لينكات ممكنة باحسن نتائج ممكنة. عشان تلاحظوا الفرق، الدنيا هنا احمر، الدنيا هنا اخضر. معنى كده انا قللت عدد اللينكات وخدت ريتش اعلى وعملت ارباح احسن. سيم بالنسبه للسي تي ار. السي تي ار هنا عندي بالنسبه لي انا عملت ريتش 2 مليون من اسيت معين، من مصدر ترافيك معين 2 مليون 800، عمل لي كليكس 222000، عمل لي سي تي ار 793. ده الاوفرول سي تي ار. لكن لما عاوز ابص بقى لازم احلل كل نتورك، كل واحده من دول عباره عن نتورك، وابتدي اشوف كل نتورك منهم السي تي ار بتاعها كام، عشان خاطر بعد كده اشتغل على ان انا اوبتمايز السي تي ار، لان اللي بعمله هنا بيرفلكت هنا، بيرفلكت الناحيه الثانيه في الارننج. تمام، خلينا نسكيب عشان التفاصيل، نتكلم في دو دونت. لا سوري، اوكي. اول حاجه في البراكتس اللي بنتكلم فيه لازم اريموف ان وونتد لينكس بيزد على يوزر فيدباك والسي تي ار والريتش اللي احنا لسه قايلينه. هشوف اللينكات اللي مش بيرفورم، اللي مش شغاله كويس مع الناس، الكونتنت اللي الناس ما بتحبوش هشيله، لازم اشيله، لازم ما اسيبش بصمه عند الناس ان الكونتنت اللي انا بقدمه ده هقدمه لك غصب عنك. لا، انا بقدمه عشان انت عايزه. فالفرق ما بين الاثنين هيفرق في ان هو يشوف الكونتنت اللي هو عايزه في المكان ده، فيبقى فيه لويالتي وفي الراجل بيرجع تاني عشان يشوف الكونتنت اللي بتقدمه، ويبقى فيه سي تي ار هيزيد، ويبقى فيه كل العوامل الايجابيه اللي هنتكلم فيها. Keep optimizing your overall CTR and each network. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان انا اعمل optimization لل CTR طول الوقت عشان خاطر اقدر احقق من نفس حجم الاسيتس اللي انا شغال بيها ارقام احسن. Target top countries for better RPM. اللي بتكلم عليه ده هيبقى نتائجه ممتازه لو اشتغلته على الترافيك الاجنبي. ويعني نصيحه يعني، لان كل ما حد يجي يتكلم معايا اول ما بنقول ترافيك اجنبي الناس بتجري، مش فاهم ليه. الناس خايفه انها تتعب، الناس خايفه انها تنافس، الناس بتشتغل اس اي او يقول لك اصل انا شغال عربي. على فكره انا يعني اس اي او في العربي احنا زهقنا من الموضوع ده من سنين. ما بقاش فيه متعه اصلا. هتعمل ايه في حاجه خلصانه؟ هتعمل ايه في حاجه انت خلاص ما فيهاش اي نوع من انواع التحدي؟ فلازم تدخل بقى في الحته الجديده تشوف الناس بتعمل ايه بره وتشتغل معاهم. فانت لازم تشتغل على ترافيك اجنبي يا جماعه، لازم تشتغل على ترافيك اجنبي، ومش مستحيل ومش صعب، وانتوا تقدروا تعملوه زي ما اي حد بيقدر يعمله. وده مش كلام تنميه بشريه، ده كلام بتذاكره وبتطبقه بيجيب نتيجه. فابتدوا انقلوا على الترافيك بتاع الاجنبي، تحديدا التوب كونتريز، امريكا، استراليا، كندا، انجلترا. اعملوا نيجليكشن طول الوقت للكونتريز بيزد على الاناليسز اللي بتعملوه من الجزئيه بتاعه الكوست بير كليك اللي بتاخدوه من الادسنس ريبورتس.
هتدخلوا تعملوا فلتر للسي بي سي في الادسنس بيزد على الكونتريز فيرسس السي بي سي. الناس اللي من الدوله الفلانيه بيدفعوا كام في كليك؟ انت كسبت النهارده $10 من مثلا 50 كليك، 50 كليك دول من 6 دول، الست دول فيهم انت كسبت ال 50 مثلا $10 دول كسبتهم من او 9 منهم كسبتهم مثلا من دولتين، وعندك بقيه الدول كلهم على بعضهم جايبين $2. لا شيلهم، شيلهم ليه؟ عشان وانس ان انت بدات تركز تفوكس على نوعيه الترافيك اللي بتكسب اكتر، انت معنى كده ان انت قدام الادفيرتايزر او قدام الايجنسي نفسها اللي انت شغال معاها او البارتنر انت بتسيك او بتدور على ار بي ام اعلى، فمعنى كده ان انت هتلاقي نفسك الارقام اللي انت شغال عليها حجم الترافيك اللي بتبعته شويه حتى خدوها بالمنطق. انت لو عندك البوست شغال على الدول دي، الناس اللي هتشيره هتشيره من الدول دي، الترافيك اللي هيجي لك من الناس اللي كانت عند الناس دي، وبالتالي الاكسبانشن بتاع البوست نفسه هيروح على المستوى بتاع الدول اللي انت عايزها. مفهوم؟ Use your demographic on your proposal. لازم تقول للناس لا separate your traffic by UTMs. already شرحناها ازاي تفصل الترافيك بتاعك بال UTMs. Use your demographic and your proposal. لازم تقول في البروبوزل بتاعك انا عندي تفاصيل كذا 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 ودي قلناها already. Use fanpage karma post somo to pick the best performing links. Measures network performance with other pages before starting. برضو كلمنا فيها get one week of testing مع كل partner. كل partner هتشتغل معاه لازم تديله اسبوع من التست. مفيش تست يوم. لازم يعدي 7 ايام. لازم تشوفوا الـ7 ايام شغالين مع الناس. الويك اندز والوركينج دايز بالنهار وبالليل. الكونتنت اللي شغالين بيه. نوعية الكونتنت عشان يبقى عندك سوليد داتا او هيستوريكال داتا تعرف تحطها جنب الداتا اللي قبل منها وتعرف تحط الاثنين جنب بعض وتقول مين فيهم بيبرفورم كويس. ما تستعجلوش. تمام؟ track user feedbacks for partner content اللي احنا قلناها. connect your page call page call to action button الناس اللي عندها social assets لازم تعمل ال call to action button بيودي على كونتاكت فورم. اوقات الادفيرتايزرز او النتوركس هي اللي بتابروتش مش انت اللي بتدور عليهم. يعني اوقات انت بيبقى عندك بيج وانت مش عارف تكسب منها ايه وعمال بتبوظ فيها، ويجي واحد يدخل يلاقي البيج دي فيها رقم محترم فيقول لك انا عايز اتواصل معاك، وحضرتك ما بتبصش على الانبوكس، ما بتشوفش حاجه، انت عمال تبلش وخلاص او بتنزل صور، ما اعرفش انت بتعمل ايه، المهم انت ما بتستفدش حاجه. والراجل عايز يوصل لك، لازم يبقى في كول تو اكشن بوتن يودي على فورم كونتاكت اس يتواصل معاك. كتير جدا جدا نفتح الانبوكس بتاع الكونتاكت اس فورم ده نلاقي فيه بروبوزل، يا جماعه احنا عايزين نشتغل معاكم، احنا نتورك الفلانيه وعندنا ار بي ام كذا وبنقدم كذا والكلاينتس بتوعنا كذا وعايزين نديل مع بعض. فلازم تخلي الباب مفتوح لان الناس هي اللي تتواصل معاك. Use an official email to start dealing with partners. لازم تكريت دومين تحط عليه ايميلك ويبقى عندك ايميل محترم info at كذا او partners at كذا او deals at كذا او sales at كذا او whatever انت عايز تسميه ايه، وتشتغل بالايميل ده ان هو ده الايميل الرسمي اللي انت بتعمل بيه negotiation process بتاعت الناس. Don't يعني شبه خلصنا خلاص. حد اشتغل clickbaiting؟ ناس عارفة clickbaiting؟ طيب مش هينفع نشرحها في كلمتين فانتوا لازم تذكروا. شوفوا clickbaiting معناه ايه وما تعملهوش. خلاص في حاجة اسمها clickbaiting. Don't reveal your content deals with new partners until you hear his offer. ما تروحش تتكلم مع البارتنر تقول له أنا عايز كذا. قول له أنا عندي كذا 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 كذا. What's your offer? إيه الأوفر اللي عندك؟ خد منه وبعدين نيجوشيت بيزد على اللي عنده. لكن ما تروحش تقول له أنا عايز إيه. أنت كده بتقفل على نفسك الباب لو في أصلاً potential أعلى من اللي أنت عايزه عنده. هيفهم إن ده سقف طموحاتك وبالتالي هيلمتك بيه ومش هيعرف يديك أكتر من كده. Don't spam. ذاكروا الفيسبوك او خلينا نفسكم على طول دايما ابديتد بالالجوريزم ابديتس اللي بتحصل في السيرش انجنز في الفيسبوك في اي حاجه عشان ما تتلسعوش. عشان اكيد انتم متابعين اللي بيحصل دلوقتي في الابديت بتاع في جوجل لسه في دلوقتي بيحس انستنتلي باليو ار الز اللي بتنزل. الكلام ده لسه نازل من يومين فبالتالي الناس اللي بتبيلد باك لينكس في نفس الوقت الويب سايت بيتاثر. الكلام ده برده في المقابل الناحيه الثانيه في ابديت لسه حاصل على الفيسبوك من حوالي شهر ونزل على نيوز روم بيقول لك ان انت لو عملت كليك بيتنج ولو انت اشتغلت الناس بشكل من الاشكال ان هم يكليكوا على اللينكس بتاعتك الريتش بتاعت اللينكس بتاعتك هتتاثر. لو انت ما انتش عارف الكلام ده ومتابع النيوز روم وبتشوف ايه اللي بيحصل هتفضل تاكل دماغ الناس وهتلاقي الريتش بيقل عندك وتلاقي نفسك بتخسر فلوس. فلازم تابديت نفسك في الجزئيه دي بشكل كويس. التيبس اخيرا اتكلمنا في الجزئيه دي اضافيه. This is not for a cheap traffic. وarabic traffic مش هيعمل معاكم حاجه.
حاجات صادمه شويه. لازم تفكروا ان اللي احنا بنتكلم فيه ده ممكن يكون يعني حاجه مربحه جدا جدا جدا، وممكن يكون ويست اوف تايم لو انتوا هتركزوا على ان انتوا تحاولوا تعملوا كل الكلام ده عشان عندك صفحه. اي حد من الاخر عنده اسيتس عربي وفاكر ان الكلام ده هيشتغل معاه، مش هيشتغل معاه. فانا مش بقول كده عشان الموضوع يبقى صادم، انا بقول لكم عشان تبتدوا تاخدوا خطوه. الناس، في ناس خدت خطوات وناس اعمارها صغيره جدا، في ناس 18 سنه كلمتني من بعد السيشن السنه اللي فاتت، عملوا ارقام انا مستغرب جدا بصراحه، ما كنتش متخيل ان هم ممكن السيشن تفرق معاهم بالمستوى ده، بس فرقت. عملوا ارقام، بعتوا لي الارقام وشفت اللي هم عاملينه وهم صغيرين. في كام شهر، في حوالي 5 أو 6 شهور من بعد السيشن، كان عندي ريبورت باللي بيعملوه، ولا واحد ولا اثنين، لا كتير، اكتر من يمكن 15-20 واحد. بالنسبه لي ده كتير ان ده يبقى كونفرجن، بس انا شايف ان في اكتر من كده بكتير. فاللي شايف ان اللي بنتكلم فيه ده يستاهل، وانا بقول لكم ان الارقام ديت تستاهل ان تشتغل عليها، يبتدي بيلد الاسيتس بتاعته، او يبتدي يبعت الترافيك حتى لو بيت ترافيك. اوقات انت مش محتاج تستنى الوقت ده كله، انت ممكن تبتدي تشتغل على كامبينز من دلوقتي، تبعت ترافيك بيزد على الاناليسز اللي انت عملته دوت، لطالما ان انت هتشتري ترافيك بارخص من الار بي ام اللي هتكسبه. فطول ما انت قادر تجيب ترافيك ارخص، فانت تقدر تعمل كونفرجن محترم. لو اشتريت ترافيك ال1000 كلفوك 10 دولار مثلا، 10 دولار والار بي ام بتاعك 11، يبقى انت كسبان. تمام. وقدر المستطاع حاول توصل مع النتوركس ديت على ان انت تعمل فيكسد ار بي ام. كل ما هتثبت الار بي ام، وكل ما هتكون عارف ارباحك اكيوريت كام بالظبط. كيب ان اي على فيسبوك، خلصناها دي مكرره. ورك از ا تيم. المشكله الاخيره اللي انا عارف ان هي موجوده عند اغلب الناس، كل الناس كنا بنتناقش في النقطه دي امبارح مع حد من الحضور هنا، الناس هنا سيلف اورينتد قوي. الناس فاهمه انها يعني ينفع تعمل كل حاجه، ده ما ينفعش في الموضوع. احنا شركه، بس لما قبل ما نكون شركه كنا عباره عن حد شغال في الجزئيه دي وبيرجع يشتغل في الجزئيه دي ويرجع يشتغل في الجزئيه دي، بيكونسيوم وقت، بيخسر فلوس اكتر، عشان خاطر هو لو ركز في حته معينه، لو هو ركز في الحته دي هيقدر يطلع منها نتائج. جبنا حد تاني، تالت، رابع، خامس، في حد بقى وظيفته انه بيعمل الجزئيه ديت. اختاروا البارتنرز بتوعكم بشكل كويس، عشان البارتنرشيب حاجه حساسه جدا في مصر، الناس بتخسر بعض كتير على ايه مش عارف، لانه في النهايه اصلا الموضوع ما بيبقاش مستاهل. انا شايف ان الموضوع كله مرتبط بان انت تختار البارتنر الناجح بتاعك، في ان انت تعرف تستفيد من وقته اللي هو قاعد يشتغل فيه، في ان انتوا الاثنين تحققوا نفس الهدف. مفيش حد بيكبر لوحده يا جماعه، يعني مفيش حد بيطلع كده لوحده وبيبقى كل حاجه، ما بيحصلش. فلازم تشتغلوا ان انتوا تيم، كل واحد يختار حد او اثنين او ثلاثه او اربعه ويبتدي يوزعوا ادواره. في ناس بتعمل الكلام ده دلوقتي، واتمنى ان هو ده اللي على الاقل لو طلعنا من كل اللي احنا بنتكلم فيه بالجزئيه دي فده كافي. بس اي حد، ودي حاجه هقول لكم عشان تبقى موتيفيشن شويه، اي حد هيحقق اي حاجه من اللي انا بتكلم فيه يبعت لي، وانا هوصله او هانتروديوسه للنتوركس اللي احنا بنشتغل معاها، وهخلص له ديلز بنفسي ان هو يشتغل عليها، وهسيبه بعد كده هو يكمل وبس. انا خلصت. محمد، احنا متاح لينا سؤال واحد وسؤال واحد، سؤالين. متشكرين جدا، حضرة مفيدة جدا. انا حضرت السيشن بتاعت السنة اللي فاتت، واحنا انا فاهم ان احنا بنتكلم بيزد عن السنة اللي فاتت. احنا خلاص اوريدي عندنا السورسز او الاسيتس بتاعتنا، بس اللي مش واضح لي هو واضح لي ازاي ان انا هجيت الريفينو، بس مش واضح لي ازاي ان انا قابلت جود ترافيك، او هل هو بيد، هل هو فري، يعني هي ده الترافيك، الترافيك او الكوست بتاعي بقى ان انا شغال فيسبوك ادز بيد ولا فري او كده. بص، الجزئيه بتاعت الترافيك انا ما تطرقتلهاش خالص النهارده، عشان انا اتكلمت فيها كتير قوي السنه اللي فاتت. احنا ازاي نختار الناس وازاي نشتغل عليهم، والحته بتاعت وديت مثال على الفيسبوك ادز تحديدا، وده مثال مش حصر. حته الادز، حته الترافيك، اسف، دي بتاعتك. تعرف تبيلد اسيتس من اي مصدر ايا كان هو ايه، دي بتاعتك. مش معقول يعني انا هدف السنه دي حاجه معينه، البروسيس اللي كانت شغاله السنه اللي فاتت هشيل منها ان انت تكريت كونتنت وان انت ما تتعقد من ادسنس. لو شلنا النقطتين دول وسبت لك الباقي، انت لازم تقدر تعمل الادسنس بتاعتك بس. فانا مش مركز على ترافيك سورس في الكلام، انا مركز اكتر على ان احنا نشيل المشاكل اللي الناس اتكلمت عليها. احنا مش عارفين نعمل كونتنت، واحنا مش عارفين ناخد حاجه ثابته مستمره من ادسنس. هي نقطه الكواليتي بتاعت الترافيك بس. يعني الكواليتي بتاعت الترافيك بيزد على كل ما هتنزل لمستوى من التفاصيل اكتر في الانترست بتاعت الناس. كل ما هتدخل، لو زي ما قلت لك كمثال العربيات، لو قلنا المثال العربيات ده مثال عام، المثال الادق شويه ان انا اختار الناس اللي لهم علاقه بحاجه معينه. المثال الادق ان انا اختار حاجه تحت منها اكتر، مش لازم يكون نفس عدد الناس اللي انترستد في الكارز، لكن الكونفرجن بتاعهم هيبقى اعلى بكتير قوي من الناس الثانيه. شكرا. في الاول انا بشكر حضرتك على السيشن الرائع ده، كان مميز بجد.
تاني حاجة، أنا دلوقتي عرفت النيتش اللي هستهدفه، اخترت نتورك اللي هشتغل معاه، وهشتغل ترافيك مدفوع. إزاي هقنعهم؟ أنا ما عنديش حاجة دلوقتي، أنا هدفع هعمل إعلانات وهدفع وأجيب لهم ترافيك. إزاي أقنعه بشغلي وأنا ما عنديش داتا، يعني أنا ما عنديش معلومات نوع الترافيك هيجي منين وكل التفاصيل دي؟ run test. Test. تيست قبل ما ران تيست. ران تيست عندك، واعمل واعرف الديموغرافيك بتاعك وشوف الكونفرجن بتاعه عامل ازاي، وبعد التيست دوت خد الكلام ده كله في سكرين شوتس في الاناليتكس بتاعتك، من الانسايتس بتاعتك، خد الكلام ده واستعمله في البروبوزل. يعني ناخد اول اسبوع تيست على ارتكل معين عنده، مش ارتكل، لا بص الموضوع مش يعني ارتكل مش تبقى كافيه بالنسبه لك عشان تعرف تتكلم مع الناس. انت اوريدي لو انت عملت اللي احنا قلنا السنه اللي فاتت، فانت دلوقتي حاليا عندك ويب سايت. يعني طبعًا. انا ده اللي انا نوهت عليه قبل السيشن مره واثنين وعشرة. لو انت ماشي على التراك بتاع السنه اللي فاتت، فانت حاليا دلوقتي واقف في مرحله ان انت عندك ويب سايت فيه كونتنت. لو ما ابتديتش من السنه اللي فاتت، اتفرج على السيشن اللي فاتت. ما ابتديتش اصلا، اتفرج عليه وابتدي. طيب ماشي، شكرا. لازم مش هينفع تنط، يعني الموضوع ان انت مش هينفع، لازم يعني تعدي. انا لازم اطبق الاول السنه اللي لازم فاتت. يبقى عندك ويب سايت تاخد منه داتا تستعملها عشان تتكلم مع الناس الثانيه. انت رايح تتكلم معاهم، وعلى فكره ينفع تتكلم معاهم من غير ما تقول لهم انا عندي ويب سايت، بس ايه اللي يخليهم يوافقوا الا ان مثلا هو عايز يجرب، فاهم؟ هيقول لك ابعت لي حاجه، ابعت لي انسايتس، ابعت لي اناليتكس، ابعت لي ديموغرافيك، ابعت لي حاجه اعرف اقول لك اه ماشي عليه. تمام، شكرا لحضرتك. خلاص.